السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنشرح جزء الواي بلاد سيل والأنكولوجي إن شاء الله على فيديوهين، ماشي؟ بيتكون من إيه بقى؟ الواي بلاد سيل والأنكولوجي، بص، الواي بلاد سيل بيتكون من مجموعتين كبار من الأمراض، مايلو ديسبلاستيك سندروم، مايلو بروليفيريتيف ديزيز، ماشي، اللي هو البوليسايسيميا والإسينشال ثرومبوسايتوميا والكلام ده كله، السي ام ال والإيديوباثيك والإيديوباثيك مايلو فايبروسيس، ماشي، والمايلدوس بلاستيك سندروم ده مجموعة كبيرة. المجموعة التانية البلازما سيل ديس اوردر اند الليمفوما، دول مجموعة كبيرة كده. احنا قسمنا الشابتر الاثنين، مايلو بروليفيريتيف ديزيز مايلدوس بلاستيك سندروم والبلازما سيل ديس اوردر والليمفوما. هناخد دلوقتي في الفيديو ده ان شاء الله البلازما سيل ديس اوردر اند الليمفوما. حلو، شابتر الانكولوجي شابتر فيه يحتوي على لوكيميا وليمفوما ان شاء الله، والتيومر لايس سندروم ان شاء الله هناخد برضو في الفيديو ده الليمفوما والتيومر لايس سندروم باذن الله. دكتور شاطي هيشرح لكم اللي هو النص الاولاني بقى اللي هو المايلودوس بلاستيك سندروم والايه واللوكيميا، ماشي. البلازما سيل ديس اوردر احنا عايزين نعرف بس البلازما سيل ديز ايه، يعني ايه بلازما سيل. اول حاجه في عندنا خلايا البي ليمفوسايت، بي ليمفوسايت دي بتطلع انواع مختلفه من خلايا البلازما سيل، ماشي، انواع مختلفه من خلايا الايه البلازما سيل. حلو، كل بلازما سيل تطلع نوع معين من الاميونوجلوبين، يعني دي مثلا تطلع اميونوجلوبين ايه، دي تطلع جي، دي تطلع ام، فاهم، ماشي، دي تطلع جي مثلا، ماشي. يبقى انا كده عندي الخلايا الواحده اللي هي البي ليمفوسايت تطلع انواع مختلفه من البلازما سيل اللي تطلع انواع مختلفه من الاميونوجلوبين. يعني لو بصيت على البي سيل لوحده هتطلع انواع مختلفه من البلازما سيل اللي هتطلع انواع مختلفه من الاميونوجلوبين. الترتيبه دي هنسميها البوليكلونال، يعني البوليكلونال، ماشي، بتطلع انواع عديده، تمام، بولي سميناها بوليكلونال، ماشي. دلوقتي البلازما سيل ديس اوردر هيحصل ايه؟ هيحصل تيومر هنا او تيومر ماس في البي سيل، الماس ده هيخلي البي سيل تطلع نوع واحد بس من البلازما سيل وينهبيشن الباقي. حلو حلو، فبكده البلازما سيل دي اللي اتنشطت اللي هتطلع بس الاميونوجلوبين اللي بتطلعها، مثلا زي الجي، الاميونوجلوبين جي. حلو، فانا عندي دلوقتي انا قضيت على البوليكلونال، دلوقتي انا عندي حاجه اسمها المونوكلونال. بص، مونوكلونال يعني البي سيل تطلع بس البلازما سيل دي اللي تطلع بس الاميونوجلوبين جي بس، انما في الطبيعي كان ديت البي سيل تطلع ديت وديت وديت وديت، وكل واحد يطلع اي جي جي، وديت تطلع اي جي اي، ودي تطلع اي جي ام، تطلع اي جي مثلا حاجه، ماشي. فانت هتلاقي الخلايا الواحده بتاع البي سيل تطلع انواع مختلفه من البلازما سيل، في الاخر تطلع انواع مختلفه من الاميونو الانتي بودي، ماشي. انا عندي دلوقتي ماس حصل في البي سيل او في البلازما، في اي واحده من البلازما سيل اجبرت ان البي سيل ديت تطلع نوع واحد بس من البلازما بس، على حسب بقى المرض، في مرض يطلع دي اللي هو يطلع اي جي جي، وفي مرض يطلع اي جي ام، ماشي، على حسب الامراض اللي هناخدها. يبقى ماس حصل في البي سيل اللي موجوده في البون مارو، ماشي، هيطلع نوع معين بس من البلازما سيل اللي هيطلع نوع معين بس من الانتي بودي. فبكده عندنا حاجه اسمها المونو كلونال، مونو كلونال، ماشي. البلازما سيل ديس اوردر هو هيتروجينس جروب، يعني هو ايه مختلف، يعني امراض مختلفه يعني، ماشي، اسوشيتد ويز ايه مونو كلونال انت اميونو جلوبيول. انت كده فهمت يعني ايه مونو كلونال. حلو، ام بروتين، سيبها، سيب الام بروتين دلوقتي. حاجه اسمها البارا بروتين، دي سموها بارا بروتين ليه بقى؟ بص، بيقولوا ان البروتينات اللي موجوده في الجسم ضفنا عليهم بروتينات ثانيه اللي هي الاميونو جلوبيولين ايه مثلا، فبارا بروتين بجانب البروتينات اللي موجوده في الايه في الجسم، ماشي، موجوده في السهاد، هتزيد في السيرم طبعا، ولما تزيد في السيرم تنزل في اليورين، ماشي. اهو الديس اوردر ده بيحصل في مونوكلون للليمفوسايت او في البلازما سيل، ياثر على الليمفوسايت يخليها تطلع حاجه واحده بس، او بلازما سيل تطلع نوع واحد بس من الانتي بودي. سيب الجدول ده هناخده في الاخر. عندنا اشهر مرض واهم مرض واتقل مرض اسمه المالتيبل مايلوما، واللي هيجي لك في الامتحان هو ده، لو هيجي لك يعني سؤال في البلازما سيل ديس اوردر هيجي لك السؤال ده، ماشي ماشي. اول ثلاث اسطر دور عايزك ما توجعش دماغك فيهم، راجل كبير عنده 65 سنه بس، ما تقراش حاجه ثاني، راجل كبير عنده 65 سنه، ماشي، بس ودي طبعا الهايست في الهيماتولوجيكال مالجنانسي، ماشي، ده اشهر حاجه يعني، وده على حاجه، ماشي. دلوقتي ممكن واحد مركز قوي، مركز شويه كده، يقول انت كده بتقول تخاريف. هقول لك ليه، هتقول انت دلوقتي قلت حاجه اسمها المالتيبل مايلوما، وانت دلوقتي بتشرح حاجه اسمها المونوكلونال اميونوجلوبولين،
طب ازاي ده ملطبول بقى وهو مونوكلونال؟ هقول لك بص، مش انا اللي حاطط المواضيع والكتاب اللي حاطط المواضيع، بس هي مواضيع صح طبعا. يعني هقول لك الصح، يعني هي ملطبول مايلوما صح، اكيد صح ماشي. ليه السبب بقى؟ هو ليه سموها ملطبول الاول كده؟ يعني ليه بيلخبطك؟ ليه حابب يلخبطك؟ هقول لك هو مش بيلخبطك، هقول لك بالراحه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بص، الملطبول مايلوما ده ازاي؟ ده بيبقى ورا، بيبقى ليه القدره ان هو يعمل ايه؟ ان هو يحفز البي سيل، ليه القدره اللي هو يعمل ماس في البي سيل ماشي، يخلي البي سيل دي بقى تطلع بلازما سيل الخاصه بالاي جي ايه اللي هتطلع الاي جي ايه، وليه قدره ان هو يحفز البلازما سيل اللي تطلع الاي جي جي، وليه القدره ان هو يحفز البلازما سيل ان تطلع بس نوع حته بس من الانتي بودي اللي هي اللايت تشين. ازاي؟ انت عندك الانتي بودي اهوت يحتوي على هيفي تشين، جزء اسمه هيفي تشين وجزء اسمه اللايت تشين، ده الجزء الازرق ده تمام ماشي. هو ممكن بقى التيومر ده يخلي بس الاي جي البي سيل تطلع البلازما سيل الخاصه ان هي تطلع اي جي جي بس، او تطلع ليه القدره برضه ان هو تخلي البلازما سيل تطلع ينشط البلازما سيل اللي بتطلع الاي جي اي، وليه القدره ان هو يحفز البلازما سيل ان تكون بس لايت تشين. فهو متعدي، فهو ممكن يجي في ناس يطلع اي جي اي، ممكن يجي في ناس يطلع الاي جي جي، ممكن يجي في ناس يطلع اللايت تشين، فبكده هو ملتيبل. حلو حلو. طب انا ليه بقى حطيته في ضمن المونوكلونال؟ هقول لك بالراحه، لان لو جه في شخص واحد، لو جه في شخص هيطلع حاجه واحده بس، مش هيطلع الثلاثه ماشي. فاهم قصدي؟ هو مش هيطلع الثلاثه، هو ليه القدره ان هو يطلع ثلاثه بس، لو جه في شخص هيطلع حاجه واحده بس ماشي. دلوقتي جمعوا بتاع 100 شخص كده عندهم مالتيبل مايلوما، لقوا ان 60 واحد عندهم الاميونوجلوبولين اللي عنده اللي زايد اسمه الاي جي جي، يعني كده الماس حفزت البي سيل ان هي تطلع البلازما سيل اللي بتكون الاي جي جي بس، فانت هتلاقي الاي جي جي عالي. جم لاقوا ان كده 60، جم لاقوا ان ال 40 التانيين قسموهم ل 25 و15، 25 لاقوهم فيها الانتي بودي اللي اسمه اي جي اي، وال 15 التانيين لاقوهم يحتوي على اللايت تشين ماشي. يعني الفرد الواحد يحتوي على اميونوجلوبيولين واحد بس اللي زي، بس المرض ممكن يعمل ده وده وده بس في اشخاص مختلفه مش في شخص واحد تمام. عشان كده اتسمى مالتيبل، وعشان كده اتحط ضمن المونو ماشي. يا عم قلت لك السطر ده اعرف ان هو راجل كبير عنده 65 سنه. حلو. إيه انا قلت لك دلوقتي الاي جي جي هو بيطلع بنسبه 60%، الاي جي اي 25%، اللايت تشين اهي ده اللايت تشين اهو 15 ل 20%. حلو حلو. نحكي لك بقى الموضوع ايه بالراحه كده. يلا يا عم سم الله سم الله بسم الله. انا عندي حته بون مارو، ادي البون مارو اللي عندها هيت، وفي عندها تحتوي على خلايا طبعا بي سيل وخلايا بلازما سيل، في ورم جه في خلايا البي سيل خليتها تطلع نوع معين من خلايا البلازما سيل. طب خلايا البلازما سيل دي لو نشطت هتطلع النوع المعين من الاميونوجلوبين وليكن الاي جي جي. حلو. انا دلوقتي ايه المشكله برضو؟ انا مشكلتي ايه؟ انا مشكلتي اللي الانتي بودي اللي اسمه الاي جي جي ديت كتير، او الاي جي اي كتير، او اللايت تشين كتير. طب برضو دي حاجه حلوه، دي مناعه اهي. هقول لك لا، المشكله ان لما الاي جي جي مثلا يكتر، او اميونو جلوبيولون بعينه يكتر بسبب ورم، هيعمل الورم ده هيعمل سبريس هيعمل سبريشن لباقي خلايا البون مارو، هيوقف خلايا البون مارو، كل الخلايا بتاع البون مارو. فبكده البون مارو كان بيطلع ايه؟ كان بيطلع ار بي سيز، وكان بيطلع بليتليت، وكان بيطلع واي بلاد سيل. دلوقتي انا وقفته، ده مش كده وبس، ده هيوقف كمان انتاج الانتي بايوتيك الثانيه اللي هو الانتي بودي الثانيه اللي هو الاي جي ام والاي جي اي والكلام ده كله، فاهم؟ يعني هو مش هتلاقي الا في جسمك الا الاي جي اي، هتيجي تقيس له الار بي سيز قليل، واي بلاد سيل قليله، بليتليت قليل، هتشوف الانتي بودي الثانيين هتلاقيهم قليلين جدا. ليه؟ لان بيعمل سبريشن للحاجات دي كلها ماشي. ديت المشكله. البدايه بقى ازاي؟ الورم جه في البي سيل او البلازما سيل اللي موجوده في الايه، في البون مارو اللي هنا ماشي. حلو حلو. الورم ده بطبيعته هيطلع حاجه اسمها الانتر لوكين 6. الانتر لوكين 6 ده بيعمل ايه؟ الانتر لوكين 6 ده بيروح يحفز الاوستيو كلاست، يروح يحفز الاوستيو كلاست
ماشي، انت عندك البون اوستيوبلاست اللي هي بتبني البون، واوستيوكلاست اللي هي بتهدم البون. التيومر هيطلع حاجه اسمها الانترليوكين 6. انترليوكين 6 ده هيحفز الاوستيوكلاست اللي هي بتعمل ايه، اللي هي بتضرب البون. ماشي، فبالتالي التيومر لما الاوستيوكلاست تيجي، الاوستيوكلاست هتروح جايه ايه، مكسره البون، مكسره البون ده، فايه هتروح جاي ايه مكسره البون. فانت هتحس بايه؟ اول حاجه كده هتحس ببون بين اند بون فراكشر. ماشي، لما تشوفها في الاكس راي هتلاقي ان البون خلاص مكسوره. ماشي، ليه حسيت ببون بين؟ هقول لك ان البيري اوستيوم اللي بيحوط البون يحتوي على بين ريسبتور، والبونه نفسها اصلا ما عندهاش بين ريسبتور، فلما الورم كان جوه البون فانت مش حاسس. انما المرض بقى لما طلع انترلوكين 6 وحفز الاوستيوكلاس، الاوستيوكلاس قاعد تاكل في البون، تاكل من جوه لبره، قعدت تطلع لبره تطلع لبره لغايه ما وصلت للبري اوستيوم، فبكده حفزت البري ريسبتور فانت حسيت بالم. يبقى بون بين اند بون فراكتشر. حلو حلو، ادي واحد. بعد كده هتطلع في الدم، بعد كده هيطلع في الدم هيعمل ايه؟ لما مثلا الاميونوجلوبولين ايه مثلا اللي كتر ده طلع في الدم، هيعمل سبريشن بقى للحاجات دي كلها. هيعمل سبريشن للار بي سيز فانت هتحس بانيميا، هيعمل سبريشن للبليتلت فانت هيجيلك هيحصل لك بليدنج، هيعمل سبريشن للوايت بلاد سيل فانت هيجيلك ريكورنت انفيكشن. حلو، هيعمل سبريشن للانتي بادي التانيين فانت هيحصل لك ريكورنت انفيكشن برضو. ماشي، فالمناعه دلوقتي واقعه. ماشي، بعد كده لما يمشوا في الدم، انت عارف ان الانتي بادي ديت اجسام بروتينات، فلما تكتر في الدم ايه اللي هيحصل؟ ممكن تبقى لزجه فيحصل هايبر فيسكوزيتي في الدم. يبقى ما هي ما اول ما تطلع تمشي في الدم، الدم طبعا هي البروتينات هتزيد فيحصل هايبر فيسكوزيتي. تمام، هيحصل هايبر فيسكوزيتي ومشكله وبس. ده بيقول لك كمان، ده كمان لما تطلع في الدم بعيدا يعني ان هي تعمل هايبر فيسكوزيتي للدم، تعمل حاجه كمان. التفسيرات اللي انا عايز اقولها لك ديت إيه، انت ممكن ما كنتش فاهم ايه ده، بس التفسيرات دي كلها ليها تفسيرات تاني، ما تقلقش هقولها لك، الحاجات دي كلها هقولها تاني. ماشي، بس انا بقول لك بس الفكره، بتطلع في الدم بروتينات زادت في الدم يبقى هيعمل هايبر فيسكوزيتي. حلو، حتى الار بي سيز اللي موجوده في الدم اصلا القليله، مش انا قلت لك هي قليله، الار بي سيز قليله عشان اعمل سبريشن. حلو، بيعمل فيهم ايه بقى؟ بيخليهم يتجمعوا مع بعض كده، يتجمعوا مع بعض كده في الار في الواي في ال... فينا في البلاد سيل في ال... في ال... في ال... في, ال... في البلاد فيزل. ماشي، يخلي البلاد سيل يعمل رولكس كده على بعض، يتجمعوا على بعض كده، يقعدوا كده على بعض مع انهم قليلين، بس بيتجمعهم كده، بيتجمعهم في منطقه واحده. ماشي، بيتجمعهم في منطقه واحده كده، بيعملوا حاجه اسمها الرولكس، الرولكس ار بي سيز. الرولكس ار بي سيز ديت بقى هتفسر لك في الانفستيجيشن ازاي الاي اس ار عالي، مش انت الاي اس ار بيعلى نتيجه الرولكس ار بي سيز ديت؟ فاكر في الانفستيجيشن، الانفستيجيشن بيقول لك يعني الايه، ان الاي اس ار دي بتعلى لما الار بي سيز تعمل حركه الرولكس دي، حركه الايه، الرولكس. تمام، اللي هو تلزق في بعض دي. ماشي، فهو التيومر ده او التيومر او الهايبر فيسكوزيتي اللي حصل في الدم دي بيخلي ان الار بي سيز تتجمع على بعض تعمل شكل الرولكس، فالرولكس ديت بيحفز انتاج الاي اس ار، فانت هتلاقي الاي اس ار عالي. ماشي، بعد كده هي ماشيه في الدم، بروتينات ماشيه في الدم عامله هايبر فيسكوزيتي وعامله رولكس في الار بي سيز. ماشي، بعد كده لما تيجي تخرج في الكدني، الكدني هيخرج شويه منهم والشويه التانيين مش هيعرف يخرجهم، عشان هو الكدني اخره بس عدد مسموح، بس الكدني يطلع شويه ومش هيعرف يخرج الباقي عشان هم كتار. حلو، فيتركهم في الكدني ويعملوا رينال فيلير. يعملوا ايه؟ رينال فيلير. نقرا بقى الكلام ده كله. اول حاجه البون مارو، البون مارو حصل له ايه؟ انفلتريشن. هيحصل حاجه اسمها الانيميا، وانا قلت لك انيميا ليه؟ عشان بيعمل سبريشن للباقي، وهيحصل بون ديستراكشن لان الانترلوكين 6 هيروح يحفز الاوستيوكلاست. ماشي، هتطلع ايه؟ هتطلع مونوكلونال بروتين اللي هو مثلا المايلوما سيل ديت، هتحفز البي سيل اللي تطلع نوع واحد من البلازما سيل، اللي هتطلع نوع واحد بس من الاميونوجلوبولين اللي هو مونوكلونال بروتين. ماشي، بيقول لك يجوال اهو، ممكن يكون اي جي جي بنسبه 60%، ممكن يكون اي جي اي بنسبه 25%، ممكن يكون بنسبه 15% اللايت تشين. ماشي، حوار اللايت تشين بقى، طب لو واحد انسان اللايت تشين علي في جسمه، بيقول لك ان الكدني تطلعها من الجسم ترماها في اليورين شويه منها، والشويه التانيين يتراكموا في الكدني عادي زي اي بروتين. حلو،
الشوية اللي اترمون في الكدني دول بقى بخصوصا اللايت تشين هنسموهم اسم على حسب العالم اللي اكتشفه، البنس جونز بروتين. بنس جونز بروتين ده واحد اكتشف ان فيه لايت بروتين موجود في اليورين فسميه البنس جونز بروتين، ما تسميه لايت، ما تسميه لايت تشين بروتين وتنجز، لا يا عم سميه على اسمي البنس جونز بروتين، خلاص يا عم بنس حتى اسمك وحش ماشي. اللايت تشين لما تنزل في اليورين اول ما تشوفها في اليورين لا ده في حاجه اسمها البنس جونز بروتين اللي هو اللايت تشين يعني، تمام ماشي. او يقول لك الاكيوميليشن اوف الام بروتين، ايه الام بروتين دي بقى؟ اللي هو الاميروجلوبولين ايه اللي زاد، ده الاميروجلوبولين ايه اللي زاد او الاميروجلوبولين جي اللي زاد او اللايت تشين اللي زاد هنسميهم ام بروتين. ام بروتين ديت مع الالكتروفوريز هقولها لك ليه تسمى ام بروتين برضه ماشي، هيقول لي هايبر فيسكاسيتي حلو. بعد كده ديبوزيشن اوف البروتين اهوت اللي هو الاميونوجلوبولين اللي زاد ده هيقف في الرينال ايه تيوبيول، هيؤدي الى رينال فيلير، هيؤدي الى رينال فيلير. بعد كده هيؤدي الى رينال فيلير. برودكشن اوف النورمال اميونوجلوبولين از ديبريست او الاي جي اي الوحيد اللي هيطلع وهيعمل سبريشن للباقي، يبقى برودكشن اوف النورمال اميونوجلوبولين هيقف، فبالتالي هيحصل اميون ديفيشنسي، هيحصل سكسسبيليتي لو الانفيكشن ماشي. دولت ده الفكره اللي انا قلتها لك. تعالى بقى بالراحه الحته دي بقى اللي جايه هتفهمك كل اللي فوق وكل اللي جاي. بص يا عم البدايه كده، مش انا بكسر بن، مش انا بطلع اوست كلاس اكسر بن، طب البن ده يحتوي على ايه؟ كالسيوم، فبالتالي لما بص على الجسم هلاقي كالسيوم زياده صح، هلاقي هايبر كالسيميا في الدم ليه؟ عشان انا بكسر بن فالاقي كالسيوم زياده حلو. يلا كمل بقى، يلا هلاقي كالسيوم زياده. الكالسيوم الزياده ده في شابتر الباراثايرويد هيقول لك ان الكالسيوم الزياده بيعمل ديهايدريشن، هيعمل ديهايدريشن لان الكالسيوم الزياده ده بيخلي الكدني ما تعملش ما تركزش البول، مش انت عارف ان البول لازم يحتوي على يبقى مركز يبقى هايلي كونسنتريشن باليوريك اسيد مثلا والحاجات دي كلها، لا هو بيمنع بقى ان البول يبقى مركز، فبالتالي البول هيبقى مخفف فبالتالي جسمك هيبقى عنده ديهايدريشن حلو. فالكالسيوم الزياده ديت يقعد يتراكم في الكدني فيعمل رينال فيلير. يبقى انا كده لغايه دلوقتي خدت لك سببين في الرينال فيلير، اول سبب الهايبر كالسيميا، ثاني سبب البروتينات اللي زادت ديت هتقعد في الرينال تيوبيول. اتنين ده لسه في اتنين كمان ماشي، الرينال تيوبيول حلو يا عم كمل اهو. الهايبر كالسيميا هيؤدي الى حاجه ديهايدريشن وهيقعد في الكدني يعمل كدني فيلير رينال فيلير ماشي. ادي اول حاجه. تاني حاجه، مش انا بكسر في بون، مش البون ده يحتوي على خلايا؟ طب انا كده بكسر في خلايا البون، اي خلايا في الجسم تحتوي على نسبه معينه من اليوريك اسيد ماشي، فانا لما اكسر الخلايا دي ايه اللي هيزيد في الجسم؟ اليوريك اسيد، فيحصل هايبر يوريسيميا. الهايبر يوريسيميا دي تروح تقعد في الرينال تيوبيول فتعمل رينال فيلير، وده ثالث سبب ماشي حلو. ده ثالث سبب ماشي. خد كمان سبب، ان زياده الام بروتين ده اللي هو الاي جي اي او الاي جي ام او الاي جي اي او اللايت بروتين ده لما يزيدوا في الجسم بيروح محفزين حاجه اسمها الامايلودوزيس يروح يراكمهم في الكدني ويحصل رينال فيلير. بس كده بذاكر لك هنا اتنين، ديبوزيشن اوف البروتين وديبوزيشن اوف الايه الكالسيوم ماشي ماشي يا عم. انا قلت لك دلوقتي كمل ده، انزل معايا في السطر ده، قلت لك في حاجه اسمها كلينيكال دي بقى المهمه، بيقول لك هيحصل بومبين، انت كده فهمتها خلاص ماشي. باثولوجيكال فراكشر خلاص كده انت فاهم الحمد لله ماشي. انيميا، قلت لك انيميا ليه؟ لان لما بتزيد بيعمل سبريشن للبون مارو، بقت الخلايا بتاع البون مارو فيحصل انيميا ماشي. اقول لك سبب كمان، هقول لك سبب كمان. نوع الانيميا دي الاول ايه؟ مش انت في مديول الهيماتولوجي لازم تعرف نوع الانيميا ديت الناتجه عن ان البون مارو ما يكونش ار بي سيز نورموسيتك نورموكروميك انيميا. بس انا ولا بوص ار بي سيز ولا كبرت حجمها ولا اي حاجه، لا ده انا ما خليتش بس تتصنع وخلاص تمام. اقول لك كمان سبب بسبب يحصل فيه انيميا، هقول لك كمان سبب، عشان انا بوص الكدني فحصل رينال فيلير، والكدني ده مسؤول انه يكون انزيم اسمه الاريثروبويتين او الاريثروبويتين هرمون. الهرمون ده هو اللي بيخلي يصنع الار بي سيز، فبالتالي مفيش اريثروبويتين فبالتالي مفيش ار بي سيز فبالتالي في انيميا. بس يعني حاجه سهله، الحوار سهله ماشي. الانفكشن، الانفكشن بسبب النيتروبينيا اللي هو الار بي الوايت بلاد سيل، وايت بلاد سيل قل حلو. دلوقتي الوايت بلاد سيل قل هيعمل انفكشن، هل ده بس السبب الوحيد؟ هقول لك لا،
هقول لك يا ابني بالراحه، انت عندك ايه اللي زايد دلوقتي؟ الاي جي جي او الاي جي اي او اللايت تشين بس، انما الاي جي ام مش موجود، الاي جي اي مش موجود. حلو، بقت الانتي بودي مش موجوده، الاربعه التانيين مش موجودين، انت عندك واحد بس اللي زايد. طب الاربعه التانيين مش موجودين في اي بكتيريا هتيجي ليها علاقه بالاربعه التانيين اللي نقصهم هتعمل انفكشن، فانت يجي لك انفكشن. بس يا كم رينال امبيرمنت، وانا قلت لك باربع ميكانيزمات، الكتاب ذاكر لك ميكانيزمين. حلو حلو، كم بيحصل حاجه اسمها الهايبر كالسيميا، بيعمل حاجه اسمها الهايبر فيسكوزيتي. قلت لك ان الدم اول حاجه الهايبر فيسكوزيتي بسبب حاجتين، بسبب ثلاث حاجات كمان، ان الام بروتين نفسها اللي هو الاي جي اي لما يكتر بروتينات اهو فيعمل فيسكوزا، هيخلي الدم لازق، بروتينات في الجسم كتير. ماشي، ادي واحد. اتنين، مش انا قلت لك ان البروتينات ديت اللي هو او التيومر ده بيخلي الار بي سيز يعمل رولكس على بعضه، يتجمع على بعضه فيحصل هايبر فيسكوزيتي. تلاته، ان الهايبر كالسيميا نفسه بيعمل حاجه اسمها دي هايدريشن، فبالتالي مفيش ميه اصلا في الدم فيحصل فيسكوزيتي. تمام، النيروباسي، النيروباسي ديت بتحصل نتيجه ايه؟ ركز، النيروباسي ديت ليها تفسير هقول لك. ديت مش هو بيعمل بون بين، البون بين دي من ضمنها اشهر مرض، خلي بالك بقى دي حته زياده، ان البين عشان نفرق البين ما بين البين بتاع اللوكيميا والبين بتاع المرض الملطب والميلوما، البين بتاع اللوكيميا بيجي تحت الاسترنم او بيجي في الاسترنم، فاكر في كتاب دكتور علام لو قال لك البين هتلاقيه في الاسترنم يبقى ده لوكيميا، انما البين بتاع الملطب والميلوما في الباك ورا في الفيرتبري، في الفيرتبري اللي معدي فيها لما يحصل فراكشر في الفيرتبري، فده معدي فيه السباينال كورد، السباينال كورد اللي طالع من المخ، فبالتالي النيروباسي ممكن يحصل نيروباسي. تاني حاجه انفكشن، زياده عرضه للانفكشن، فممكن في بكتيريا تيجي تروح تعمل نيروباسي. ماشي، تالت حاجه ان في هايبر فيسكوزيتي، ممكن الهايبر فيسكوزيتي تعمل جلطه ويحصل في في, في البريم مثلا ويحصل نيروباسي. ماشي، قلت لك الاميلودوسيس اللي هي بتجمعها في الرينال، كواجلوباسي عمليه تصنيع البليتلت قليله، مفيش. تمام، يعني تخيل كده البليتلت قليله وانت عندك هايبر فيسكوزيتي، انت متخيل الجسم عامل ازاي؟ يعني حتى يعني ما سابوش لوحده، يعني البليتلت قليله ففي بليدنج وعندك هايبر فيسكوزيتي، يعني انت لو تعرضت هتنزف وانت العرضه اللي انت يجيلك ايه؟ فيسكوزيتي كتير، عندك فيسكوزيتي عاليه. ماشي، جم بقى العلماء ربنا يبارك لهم جمعوا لنا، بيقول لك ايه بقى لو لقيت في الكيس؟ ايوه دي احسن حاجه، لو لقيت في الكيس الكلمه ديت اسمها الكراب، كراب، لو لقيت واحد عنده اولد ايج زائد كراب يبقى دي مالتيبل مايلوما وانت مغمض، بس كراب دي اللي هو هاي كالسيوم اليفيشن رينال فيلير انيميا بون ليتك ليجن. يعني لو لقيت حاجه، لقيت واحد بيقول لك جالك عنده 65 سنه وراجل، لقيت الكالسيوم عالي عنده رينال، لقيت الكيدني بايظه عنده، هيقول لك كيدني بايظه ازاي؟ هتقول له هيقول لك اليوريا والكرياتين عاليين، انيميا هتلاقي الهيموجلوبين قليل، عنده بيحس ببون بين، ولا لما شفته في الاكس راي لقيت ايه شويه فراكشر في البون خاصه البون بتاع الباك، فبس خلاص ده ايه مالتيبل مايلوما. ماشي، انا اعتبر كده خلصنا الموضوع، خلصنا الدرس. ماشي يا عم، تعالى بقى نقرا. اول حاجه شوف بقى، مش الانيميا قلت في انيميا؟ يبقى اعمل له بلاك كاوند وفيلم، هتلاقي انيميا اهوت اول حاجه، هتلاقي الار بي سي عامله ايه؟ عامله رولكس. ماشي، هشوف الاي اس ار بسبب الرولكس، هلاقي الاي اس ار والبلازما فيسكوزيتي عاليه نتيجه الدي هايدريشن، والاي اس ار عاليه نتيجه الرولكس. حلو، اليوريا والكرياتينين عشان الرينال امبيرمنت هتلاقيهم عاليين، هقيس الكالسيوم هلاقيه عالي، هقيس الالبيومين هلاقيه قليل. ليه الالبيومين قليل؟ هقول لك، مش انا عندي حاجه اسمها الرينال فيلير، الرينال اصلا لو هي شغاله كويس ما بتخليش الالبيومين ينزل في اليورين، طب انا دلوقتي عندي رينال فيلير، فبالتالي هيحصل حاجه اسمها البروتينوريا، بروتينوريا، البروتينوريا ديت من ضمنها الالبيومين، فلما اشوف الالبيومين في الجسم الاقي حاجه اسمها اللو البيومين عشان هو بينزل في اليورين. تمام، لما اشوف السيرم اميونوجلوبولين هلاقي تو ديتكت الاميونوباريسيس، يعني هلاقي نوع معين بس من الانتي بودي اللي زايد، لما باخد عينه سيرم اميونوجلوبولين هلاقي بس واحد بس اللي عاد. ماشي، سيرم بروتين الكتروفوريسيس وديت مشهوره جدا، يورين الكتروفوريسيس على البنس جونسون بروتين، دول لوحدهم كده سيبهم ايه، سيبهم دلوقتي،
اي بروتين يورين اناليسيز هتلاقي، لو عملت يورين سامبل، اخدت يورين سامبل هتلاقي البنس جونسون بروتين. نتاكد ازاي؟ نعمل حاجه اسمها اليورين الكتروفوريسيز، اشرح دلوقتي. اكس راي طبعا هتلاقي باثولوجيكال فريكتشر. حلو. الدايجنوستيك تيست يعني ممكن يجي يقول لك ما هي الدايجنوستيك تيست بتاع المالتيبل مايلوم. ايه الاول كده، ايه الحاجات اللي هتقول لك هي مالتيبل مايلوم؟ اول حاجه تاخد بون مارو، يعني تاخد بون مارو بايوبسي، هتلاقي ان البلازما سيل حصل لها انفلتريشن، هتلاقي البلازما سيل كتير مش تيومر، هيكتر خلايا البلازما سيل اللي هتكون الانتيبادي، هتكون هيكتر خلايا البلازما سيل اللي بيكون نوع معين من الانتيبادي. فبالتالي ده بيقول لك البلازما سيل هتبقى اكتر من 10% من البون مارو، هتشغل اكتر من 10% من الايه، من البون مارو في المالتيبل مايلوم، عشان دي هتبقى في جدول المقارنه اللي في الاخر. ماشي. ناخد السكليتال سيرفي، هتعمل ليتيك بون، ماشي، فراكشر يعني. تالت حاجه هنعمل بقى اللي هو الالكتروفوريسيز، هنعمل الالكتروفوريسيز اللي هو الاس بي اي بي ديت، اللي هو سيرم بلازما الكتروفوريسيز، فاهم؟ سيرم بلازما الكتروفوريسيز. ماشي. يبقى هما ثلاث حاجات دايجنوستيك، اول حاجه اشوف البون مارو بايوبسي، ثاني حاجه اعمل اكس راي هلاقي الليتك بون، تالت حاجه الالكتروفوريسيز، وانشع الالكتروفوريسيز دي. ماشي. بيقول لك شويه تيستات برضو ان هي ايه تدل ان هو تيومر، هتقيس السيرم بيتا 2 مايكروجلوبيولين هتلاقيه عالي، هتقيس السير اكتيف بروتين هتلاقي الـ، هتشوف ال ال دي اتش هتلاقيه عالي، لان ال ال دي اتش موجود في كل الخلايا، وانت عارف ان التيومر بيكسر الخلايا، فانت هتلاقي ال ال دي اتش عالي. سيرم البيومين هتلاقيه قليل. ماشي. هتشوف بقى الخلايا نفسها، هتلاقي الخلايا ديت نوعها ايه، خلايا التيومر دي نوعها ايه، ممكن تعمل كرياتينين كليرانس عند 24 ساعه، بروتينوريا هتلاقي بروتينوريا، وهتلاقي الكرياتينين عالي، كرياتينين كليرانس قليل، انما الكرياتينين في الدم هتلاقيه عالي. ازاي الكرياتينين؟ الكرياتينين كليرانس ديت هو قدره الكدني ان هي تخرج الكرياتينين بره الجسم، فبالتالي انا عندي الرينال فيلير بايظ، فبالتالي الكرياتينين كليرانس مدى ان الكدني تطلع الكرياتينين قليل، اكيد قليل، انما بقى هتلاقي لما تشوف الكرياتين في الدم هتلاقيه عالي. تمام. تمام. تشوف الام ار اي يا عم، تشوف السي تي، تشوف بقى تاخد بايوبسي والكلام ده كله. ماشي. ايه الحاجات بقى اللي تدلك اللي هو بور بروجنوزيس؟ انت فاكر كلمه كراب؟ اكتب كراب. كراب ازاي؟ السي يبقى الكالسيوم عالي، يبقى هايبر كالسيميا. الار كنا واخدين الار ايه، رينال فيلير، رينال فانكشن. الايه، الايه هتلاقي حاجه اسمها الانيمي، ايه الانيمي؟ لو الهيموجلوبين قال ايه، الهيموجلوبين كونسنتريشن قليل. ماشي. البي هتلاقي البون ليجن، ليتك بون ليجن. بس يا عم. حلو. حلو. دولت الاربعه. وهتلاقي طبعا الهاي ام بروتين، الام بروتين اللي هو الاي جي اي او الاي جي جي والحاجات دي، او اللايت بروتين، هتلاقي بقى ان الاي جي جي اكتر من 70 جرام، والاي جي اي هتلاقي اعلى من 50 جرام. البنس جونسون اللي هو اللايت 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 تشين هتلاقي 12 جرام ايه في ال 24 ساعه، لما نجمع سامبل 24 ساعه هتلاقيهم اكتر من ايه، هتلاقيهم 12 جرام. ماشي. اللي بعده هتلاقي هاي بلازما سيل بروليفريتيف اندكس، هتلاقي حاجه اسمها اللو سيروم البيومين، الالبيومين قليل. قلت لك اس حاجه اسمها البيتا مايكروجلوبيولين هتلاقيه عالي، السي رياكتيف بروتين عالي. ماشي. وتعمل حاجه اسمها 13 كيو ديليشن ديت فكك منها. ماشي. اما حاجه الباب بروجنوز اكتب 3 ولا 4 فيه. تمام. ماشي. كده احنا يعتبر خلصنا الموضوع، بس هناخد التريتمنت. التريتمنت بص سهله بقى، انت بقى فاهم المرض خلاص. يلا. المرض فيه بومبين، فانت تديله انالجيزيا اللي هو الاوبييت. حلو. سؤال مهم، سؤال مهم للناس الذكيه، ليه ما ادلوش ان سيد؟ ليه يعني مثلا ما احبش ان انا اديله ان سيد؟ ليه كده؟ هقول لك. لان الان سيد بيعمل رينال امبيرمنت، وانا الراجل اصلا عنده رينال فيلير، فمش ناقصه. تمام. ماشي. بعد كده الواحد الواد عنده جفاف، اديله ري هايدريشن. ماشي. نتيجة الرايد الدي هايدريشن دي حصلت نتيجة الكالسيوم العالي ورينال امبيرمنت. حلو. بعد كده عالج الهايبر كالسيمي، عالج الهايبر كالسيمي. أول حاجة الكالسيوم العالي بيعمل دي هايدريشن، فاديله ري هايدريشن. حلو. الكالسيوم العالي ديت ممكن نديله دايوريتك اللي هو الفروزامايد اللي هو اللازكس ديت، هنديله دايوريتك، فبالتالي هينزل الكالسيوم الموجود في دايوريتك، هينزل الايه الالكترولايت منها الايه الكالسيوم. حلو. اديله بايفوسفينات، البايفوسفينات ديت مهمه. ليه؟ البايفوسفينات ديت بيمنع حاجه اسمها الاوستيوكلاس ان هي يحصل لها اكتيفيتي، فلما يمنع الاوستيوكلاس يحصل لها اكتيفيتي، فبالتالي الاوستيوكلاس مش هتضرب في البون، فبالتالي لما ما تضربش في البون فبالتالي الكالسيوم مش هيزيد في الجسم. بس يا عم. ماشي.
عالج الرينال امبيرمنت الريهايدريشن. بص كل حاجه ريهايدريشن ماشي. مش قلت لك الرينال امبيرمنت دي بتيجي نتيجه الهايبر كالسيميا؟ يبقى عالج الهايبر كالسيميا ازاي؟ ريهايدريشن دايوريتيك باي فوسفو نيت سيرابي. ممكن تعمل له بلازما فريزز يعني تعمل تشيل البلازما اللي عنده اصلا وتحط له بلازما جديده ماشي. ممكن تدي له كيمو سيرابي بلازما فريز اند كيمو سيرابي، او ممكن تدي له مع الدايلسيس يعني بلازما فريزز ديت مع الكيمو سيرابي لوحدهم، او ممكن تدي له مع الدايلسيس ماشي تمام. عالج الانفكشن انتبيوتيك طبعا برود سبيكترم انتبيوتيك تمام ماشي. بعد كده ادي له حاجه اسمها البورتيزوميب. بورتيزوميب هقول لك الفكره بتاعته. البروتيزوميد ديت بيخلي الخلايا اللي هي الخلايا السرطانيه التيومر يعني ما يحصلهاش ايه، ما يحصلهاش ما تنقسمش، يعمل سيل سايكل. مش الخلايا بتنقسم عن طريق السيل سايكل اللي هو الميتوزس والميوزس والحاجات دي كلها ماشي، لا بيعمل سيل حاجه اسمها سيل سايكل اريست، بيعمل اريست للسيل سايكل فتموت خلايا الايه التيومر دي تمام تمام. بيقول لك الكيمو سيرابي اللي هنا اللي موجود في الميلوم اهم حاجه الميلفالان، الميلفالان ماشي. الميلفالان ممكن تديله مع برينزون او لا، ممكن يعني ممكن ماشي. بيقول لك ممكن تديله انفيوجن كيمو سيرابي فينكريستين وادريا مايسين انفيوجن بلس ديكساميثازون، يعني الثلاثه دول فينكريستين وادريا مايسين ديت زائد الديكساميثازون. ممكن تديله كومباينيشن سيرابي بقى ادريا مايسين كارموستين سايكلوفوسفاميد اند الميلفالان. بص اهم حاجه الكيمو سيرابي المشهور هنا الميلفالان تمام. ممكن تديله ويكلي سايكلوفوسفاميد اميونو ميديوليتر بقى يعمل ميديوليشن للاميونو جلوبيول اللي موجود في الجسم، حاجه اسمها لينا ليدوميد ديت. وممكن تعمله بمره ترانسبلانتيشن وتنكس ماشي. يعني اللي انت هتعرفه في الكيمو سيرابي الميلفالان ده مهم جدا مهم جدا، هو ده يعني هو ده الكيمو سيرابي تمام. ميلفالان ممكن تدي انفيوجن كيمو سيرابي فينكريستين ادريمايسين اند ديكساميثازون، ممكن تعمل كومباينيشن بقى زي الادريمايسين كارماستين سايكلوفوسفاميد، اما حاجه تحتوي على الميلفالان تمام تمام. ناخد بقى الحوار بتاع الالكتروفوريسيس. الالكتروفوريسيس هنعمل ايه؟ هنجمع شويه بروتينات. طبعا البروتينات يحتوي على نيجاتيف تشارج، البيومين مثلا جلوبيولين، الجلوبيولين ده يحتوي على الفا جلوبيولين بيتا جلوبيولين وجاما جلوبيولين والكلام ده كله ماشي. طبعا الحاجات دي كلها نيجاتيف تشارج، واحنا هنحطهم في ميديا كده، ودي جيل دي جيل، ونحط عليهم سكور، هنحط على اللوحه ديت سكور، اللوحه بتاع الجيل دي سكور ماشي. ونشغل نحط الفيشه نحط الفيش نحط الكوبس، هيمرر تيار نوعه نيجاتيف نيجاتيف تشارج حلو. فيقوم النيجاتيف تشارج اللي هنا مع النيجاتيف تشارج اللي هنا هيحصل لهم تنافر، الاشياء المتشابهه تتنافر والاشياء المختلفه تتجاذب ماشي ماشي. فتتنافر فتهرب تهرب تروح في جيل، تجري كده في جيل حلو. هتجري ازاي؟ هتجري على حسب اللي تشارج والسايز. لو هي حجمها صغير هتجري جامد، لو هي تحتوي على نيجاتيف تشارج عالي هتجري جامد، هيحصل تنافر كتير فتجري فتروح تاخد سكور كتير. فايه اللي هيحصل؟ لقينا ان الالبيومين هو اللي خد، هو اللي جري كتير لانه يحتوي على نيجاتيف تشارج كتير ويحتوي وهو السايز بتاعه قليل حلو. فبالتالي هيجري في الجيل اللي هياخد اعلى سكور، فبالتالي هنمثله بالويف دي ماشي. لقوا ان الجلوبيولين خاصة الالفا والبيتا خاصة ان الجاما جلوبيولين لقوهم بطاء ماشي، فهياخدوا ايه؟ هيمشوا ايه؟ يدوبك بس هيجروا شوية صغيرين تمام؟ تمام. لقوا بقى ان النوع انت عارف ان الجاما جلوبيولين هي اللي بتكون الانتي بادي حلو. لقوا ان الجاما جلوبيولين ديت زاد فيها الاي جي اي بكمية رهيبة جدا، او الاي جي جي او اللايت اتشي زادت بكميه رهيبه، زادت ده انا بقول لك 70 جرام تانية و70 جرام انت متخيل. فبالتالي النيجاتيف تشارج بتاع الجاما جلوبيولين بقت عاليه جدا جدا جدا. فبالتالي لما هيحصل تنافر جامد في مع الباور اللي هنا فهتجري جامد ماشي. فهنمثل الجاما جلوبيولين هتلاقي عمل كده ماشي. هنسمي اللي حصل ده بقى حاجه اسمها الام سبايك، السبايك اللي هو طلعت مره واحده كده ماشي. سمينا السبايك ده ام سبايك، عشان كده سمينا البروتينات اللي زادت
ام بروتين، تمام؟ عشان الام سبايك اللي حصلت في الالكتروفوريزس. حلو، لما اجي اعمل بقى الالكتروفوريزس هلاقي ان الجاما جلوبيولين عملت ام سبايك عليت مره واحده، واشوف ان يعني نوع من الجاما جلوبيولين اللي علي هلاقيه الاي جي جي او الاي جي اي او هلاقي اللايت بس الاثنين دول، ده انا لو واخدها في السيره. حلو، طب لو انا واخدها في اليورين هلاقي ان الجاما جلوبيولين حصل لها سبايك، ولما ابص هلاقي ان اللايت تشين ايه هو اللي حصل ايه سبايك. حلو، ده حوار الالكتروفوريز، سواء السيرم هيشوف الاي جي جي او الاي جي اي او اليورين عشان يشوف البنز جونز ايه بروتين. حلو، طب ما انا ممكن اقول لك حاجه، طب ما انت تقول لي ليه وجع الدماغ ده، وليه اصلا خلوه دايجنوستيك كرايتيريا؟ طب ما بقى في حاجه اسمها الديب ستيك، انت عارف الديب ستيك اللي هي الشريط اللي بنحطه في اليورين، لو اغماق يبقى فيه ايه ممكن يحتوي على بروتين، ممكن يكتشف البروتينات. طب هقول لما طب ما انت ما تعملش كده ليه؟ هقول لك لان الديب ستيك ده بيشوف نوع واحد بس من البروتينات اللي هو الالبيومين، وانا هنا بشوف عايز اشوف انا اميونوجلوبيول اللي زاد، فانا لو عايز اشوف الاميونوجلوبيول اللي زاد لازم اعمل يورين الكتروفوريز. تمام تمام، بس يا عم ليه الحوار دي كلها؟ ليه حوار البلازما سيل ديسوردر ده اللي هو المالتيبل مايلوم؟ بس انا كده خلصت الشابتر، خلص الشابتر، خلص حاجه اسمها المونوكلونال جاموباسي اوف اندرمايند سيجنيفيكانت. حوارها ايه؟ ان هلاقي ام بروتين عالي، بس مش عاليه بنسبه ايه، مش هلاقيها البلازما بروتين اعلى من 10% من البون مارو، ولا هلاقيها اعلى من 70 جرام ولا الكلام ده كله، لا خفيف. هلاقي ام بروتين بس مش هلاقي في اول حاجه، هلاقي ام بروتين في السيرم، هلاقي موجود ام بروتين بس شرطين، ولا هلاقي عنده اعراض يبقى كده ما عندوش مالتيبل مايلوما، ما عندوش اعراض المالتيبل مايلوما، ولا عنده اعراض الاميلودوز ولا الكلام ده كله. تاني حاجه هلاقي ان الام بروتين هي عاليه بس قليله عن المالتيبل مايلوما. المالتيبل مايلوما قلت لك ان البلازما سيل اكتر من 10%، قلت لك ان الام بروتين ساعات بيوصل اكتر من 70، المفروض يعني اكتر من 30، هنا هتلاقي اكتر من 70 كمان، انما هنا هتلاقي اقل من 10% بلازما سيل، وهتلاقي اقل من 30 جرام. ماشي، الام بروتين هتلاقيه في السيرم يعني اقل من 30 جرام. حلو، يبقى دول الشرطين، ما عندهوش سيمتوم، ما عندهوش سيمتوم، ما عندهوش سيمتوم. تاني حاجه ان اللي هتلاقي الكرايتيريا بتاعته بقى مش هتلاقي اكتر من 10%، لا هتلاقي اقل من 10%، وهتلاقي ان الام بروتين كونسنتريشن اقل من 30 جرام. ماشي يا عم، بيقول لك هتلاقي ام بروتين وزود مالتيبل مايلوما او الاميلودوز او الكلام ده كله، بيقول لك 20 تايم جريتر ذان مالتيبل مايلوما. فكك، بيقول لك بتزيد مع الايدج عادي، ما انا عارف اللي هي بتزيد مع الايدج. بيقول لك بقى بتقلب، انا خايف من طب انا خايف من المرض ده ليه؟ خايف ان هو يقلب مالتيبل مايلوما او يقلب حاجه ثانيه ماكرو جلوبيولونيميا او اميلودوز او ليمفوما، فاهم؟ خايف ويقلب من يقلب الحاجات دي. ماشي، ما هو الصغير مصيره يكبر، ماشي الحاجه الصغيره مصيرها تكبر، اقل من 30 جرام بكره يبقى اكتر من 30، اقل من 10% بكره يبقى 20. ماشي، الدايجنوستيك كرايتيريا اهي، واحد مفيش سيمتوم، تاني حاجه الام بروتين اقل من 30، تالت حاجه اقل من 10% من البلازما سيل. ماشي، برضه هتلاقي ام بروتين هتلاقي قليله في اليورين برضه. ماشي، ام بروتين كونسنتريشن ارزر ستيبل، يعني هتبقى ستيبل يعني ايه ثابت. ماشي، وديت هنحطها من خلاها في الجدول هنا، يبقى المونوكلونال جاموباسي دي هتبقى الام بروتين بتبقى ثابته. تاني حاجه المالتيبل مايلوما بتبقى عاليه بس بنسبه ثابته، فاهم؟ ما بتتصاعدش يعني نسبه ثابته. فاحنا كده هنشوف في الجدول اللي هو ستيبل كونديشن هتلاقيهم الاثنين دول، تمام. سوليتري بلازما سايتوما من اسمها، البلازما اوما في البلازما سيل، بس هنا سوليتري يعني في جزء في حته واحده. في نوع تاني اسمه الاكسترا ميدالري، في اكسترا ميدالري بلازما سايتوما مش علينا دلوقتي. ماشي، يبقى هو سنجل او سنجل بون ليجن بس هو حته ليجن بس في البون، بس ما حصلش بون مره ولا انفلتريشن ولا الكلام ده كله، هو بس ايه ليجن في البون وخلاص، مفيش ام بروتين. طبعا انا ما اثرتش على البون مره، هو قلت لك مفيش بون مره ايه انفولفمنت، تلاقي الام بروتين ابسنت. ماشي، ممكن تلاقي موجوده، يعني ممكن الاقي بون مارو انفلتريشن، ما انا اقول لك مفيش قاعده ثابته في الطب، يا مفيش ام بروتين، بس ممكن تلاقي عيان ام بروتين عادي. ماشي، تعالجوا ازاي يا عم؟ ايه التراديشن يا عم وخلاص. ماشي، اقعد تابعه بقى لا يتطور. ماشي، اعمل هتشوفه ازاي، هتشوفه بالام ار اي يا عم. بس في حاجه اسمها الوالدن سترومز ماكرو جلوبيولينيميا، ديت سهل سهل خالص،
الفكره بتاعت ان انا بدل ما اطلع الاي جي اي او الاي جي ام او الاي جي جي او اللاي بروتين، لا ده بص بقى بيطلع حاجه واحده بس مونوكلونال اي جي ام بس، ورم بيجي في البي سيل تخليها تطلع الاي جي ام بس. وانت عارف ان الاي جي ام هو اكتر نوع من الانتي بايدي كبير، اكبر نوع، ده بيتكون من خمسه فاكر كده اللي هو فاهم، انا ما بعرفش ارسم بس هو كده يعني فاهم الخمسه دول. ماشي يا عم حلو. فلما يمشي في الجسم بقى ده انت هتلاقي الام بروتين كتير، الاي جي ام كتير، وده انت هتلاقيه كتير. وبص عامل ازاي، ده الواحده بتبقى عامله ازاي، الواحده ماليه الصفحه، تخيل بقى كتير بقى في الجسم، فيحصل حاجه اسمها الهايبر فيسكاس، هيزيد عمليه الهايبر فيسكاس تمام، برضه اكتر من 30% 63 سنه 60% في الميل والكلام ده كله ماشي. هايبر فيسكاس دي ممكن بقى تسد البلاد فيزي، يلا تسد البلاد فيزي اللي راح مثلا للبرين، ويكنس فاتيج اند بليدنج ارمسكم بالراحه بقى. هو عنده هايبر فيسكاس بس لما تيجي يحصل بليدنج تيومر يقلل البليتليت فيحصل بليدنج فاهم ماشي. يروح بقى على الريتينال فين او الريتينال ارتري يسده، يحصل فيجوال ابسنت، التيومر بيعمل ويت لوس، بيعمل بيطلع سايتوكاين، سايتوكاينز تروح تضرب تضرب الخلايا، تكسر الخلايا وتروح تبوظ الابيتايت سنتر، يحصل ريكرنت انفيكشن الوايت بلاد سيل اهوت، هارت فيلير، سدت الكورونري ارتري، حصل ام اي، الام اي يقلب هارت فيلير تمام، نيورولوجيكال سيمتوم حلو، يقف الشرايين يعني اللي راح للنيورون بومبين طبعا بس رير، هنا بتبقى رير يعني، ممكن يقلب اي تي بي او الاي اتش اي فاهم، الاي تي بي اللي احنا خدناه في البليتليت ديت اللي هو مشكله في البليتليت يعني ماشي. ايس الاي اس ار هتلاقي عالي طبعا، هايبر فيسكاس ده انت عايز اكتر من كده تمام. سيرم بروتين اميونو الكتروفوريس طبعا هتلاقي الاي جي ام هو اللي عالي، اي جي ام برا بروتين، هتلاقي الجاما جلوبيولين كده كبيره، ولما تيجي تشوفها هتلاقي الايه ان الاي جي ام هو اللي عالي ماشي. هتبص على اللايت تشين ممكن تكون موجوده في اليورين ماشي. هتعمل حاجه اسمها تريفاين بايوبسي، دي باخد جزء من البون من ضمن البون مارو يعني، ده بايوبسي باخد حته من البون وبالبون واخش يعني بسرنجه اسحب شويه من البون مارو يعني واحطه واوديها اللي بتاع الباثولوجي، هتلاقي انفلتريتد بلازما ايه ليمفوسايت، هتلاقي البلازما سايتويد ليمفوسايت دي هتلاقيها عاليه طبعا. تريتمنت بلازما فريسز، ليه بقى؟ لان انت عندك هايبر فيسكاستي، فانت تشيل البلازما دي كلها وتديله بلازما ثاني، تشيل البلازما وتديله بلازما ثاني فاهم، هتعالجه ازاي ده ماشي. تدي له كيمو سراب بقى، سايكلوفوسفامايد، ديكساميثازون، ميلفالان، روتوكزيماب، فلودر، الحاجات اللي هي الانتي بايوتيك المشهوره دي، الكيمو سراب دي تمام كده خلصنا. اذر كونديشن بقى برايمر اميلودوزيس، ممكن بلازما سيل لوكيميا، ممكن كرونيك لينفوسيتيك لوكيميا، الكلام ده كله هناخده في ايه دكتور شاطر شابتر اللوكيميا تمام. الجدول ده ماشي ماشي، الجدول ده انت خلاص انت فاهمه، المفروض فاهمه حلو حلو. بيقول لك الام بروتين لو لقيتها اعلى من 3 جرام لا خلاص ام مالتيبل مايلوم، اقل من 3 الاقل هيت يبقى ايه مونو اللي هي الام جي يو اس دي ماشي. انما لو لقيت بقى الام بروتين من النوع الاي جي ام خلاص يبقى هو اخر ورد اللي هو السندروم ده ماشي ماشي. هنا مش هتلاقي حاجه ان شاء الله عشان ده ليجن بس، وقلت لك ما بيأثرش على البون مارو، فبالتالي ما فيش بون مارو انفلتريشن، فبالتالي ما فيش ام بروتين ماشي. ده الباقي دولت فاريبل ماشي ماشي. البلازما بلاست سيل، بلازما بلاست سيل، بلازما بلاست سيل مش هتلاقي ولا واحده، انا ده اوس كلاست اهو ماشي، هتلاقوا هنا بس في الايه اهم حاجه تعرف ان هي البلازما بلاست سيل في البلازما سيل لوكيميا، تلاقي حاجه اسمها البلاستات، تعرف ان اللوكيميا تعمل حاجه اسمها البلاستات، بلاستات هي مشهوره بالحاجات دي اصلا تمام، بلاست تعمل حاجه اسمها البلاستات تمام. فانت هتلاقي البلازما بلازما بلاست سيل ديت مشهوره بس في البلازما سيل لوكيميا تمام. طب البلازما سيل قلت لك البلازما سيل هتبقى اكتر من 10% في البون مارو هنا، واقل من 10% هنا في اللي هو المونو، فاريبل هنا وهنا في البلازما سيل لوكيميا هتلاقي اكتر من 10% تمام. الماس انا قلت لك ماس بلازما سايتوما اوما 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 اهي ماس، انما هنا ممكن ما تلاقيش ماس، ده هنا تيومر في الخلايا البي سيل، هو ما مش تيومر في البون لا، هو تيومر في الخلايا بتاع البي سيل، انما هنا ده لا ده ليجن في البون فيعمل ماس تمام تمام. الكلينيكال قلت لك ده بيجي بكلينيكال، ده كلينيكال، ده كلينيكال اهم حاجه، ده مش كلينيكال قلت لك ما فيش اعراض تمام. بس الليمفوما بقى تعالى ناخدها اطفال الاول وبعدين تاخدها ناخدها بطه يلا.
الليمفوما. الليمفوما ده بص يا عم، ادي ماس في الليمفورتيكولار سيستم، او ما يبقى ماس ليمفورتيكولار سيستم. ماشي، الليمفورتيكولار سيستم اللي هي البون مارو واللي هي السبلين، البون مارو السبلين والليفر واللي هي الجهاز المناعه واللينفويد تيشو والكلام ده كله. حلو ماشي. بيبقى انت قلت الماس ممكن يكون بناي واما ممكن تيومر. لا، الليمفوما بتبقى مالجننت على طول. يبقى انت كده فهمت التعريف، يبقى مالجننت بروسيس موجوده في الليمفورتيكولار سيستم، ممكن تكون هوجينج الليمفوما ونون هوجينج الليمفوما. تعالى نحكي لك الحكايه، تعالى نحكي لك الحكايه. والله واحد اسمه عمك توماس هوجينج قاعد في عيادته، مش عارف كان سنه 1900 مش فاكر، اسالت الله مش فاكر. ماشي، كان قاعد في عيادته قاعد يحتسي بعض الشاي، جه دخلت عليه ست عندها 18 سنه. ركز بقى في الحاجات دي، في التفاصيل دي. ست عندها 18 سنه دخلت عليه بتقول له انا عندي، انا حاسس الحته دي ايه بالبابول بتاع الليمفا دينو، بس دخلت بالليمفا دينو بس. تمام، بيبص وبيقول لها انت عندك 18 سنه، بقول لك ايه، خد مضاد الحيوي ده وامشي عليه، وبعدين تبقى تعالي بعدين لو ما خفتيش تبقى تعالي بعدين. حلو، بعدها ب 18 يوم او بشويه كده جات له بنفس البتاع، لا ليمفا دينوباس برضه مش راضيه تروح بالانتي بيوتيك. قال لها بصي بقى انا شكك في امرك، احنا هنيجي ايه نسحب بايبسي من عندي. سحب بايبسي، والله اول ما سحب بايبسي لقى عندها خلايا سرطانيه اسمها الليمفوما. ماشي، الخلايا ديت لقى خلايا يعني اسمها ريد استيرنبرج سيل، لقى نوع معين من خلايا اسمها ريد استيرنبرج سيل، واول ما لقى النوع ديت قال لك لا ده انت عندك ليمفوما. تمام، يبقى توماس هوجكن اول ما بص على خليه، ايه ده انت عندك الريد استيرنبرج سيل، ده انت كده عندك ليمفوما. فاهمه يعني الريد استيرنبرج سيل دي اصلا خلايا اكتشفت اصلا قبل توماس هوجكن. فلما توماس هوجكن شاف بص تحت الميكروسكوب لقى الريد استيرنبرج سيل، قال لها يا لهوي انت عندك ريد استيرنبرج سيل، ده انت كده عندك ليمفوما. ليمفوما وعندك 18 سنه، ازاي بقى؟ هقول لك. ماشي، اول ما بص لقى عدها الريد استيرنبرج سيل. ماشي، بعد كده في واحده تانية عندها 18 سنه برضه جات له برضه واس وده انتبيوتك وقال لها روحي وتعالي. جات له بعدها ب 18 يوم و20 يوم بص تحت الميكروسكوب ما لقاش ريد استيرنبرج سيل، بس لقى كل اعراض الليمفوما، يعني لها في مالجنت بس ما لقاش ريد استيرنبرج سيل. قال لها بصي انا شاكك في امرك، ممكن تكون الليمفوما ممكن تكون لا. فقال ايه بقى، عشان الراجل ده صايع شويه، قال لك بص لو انت لقيت الخلايا لقيت الريد استيرنبرج سيل اول ما تلاقيها فهي دي دايجنوستيك للليمفوما، فاقول لك انا هسمي المرض ده الهوجينج ليمفوما. يا عم الليمفوما التي تحتوي على الريد استيرنبرج سيل هسميها باسم. ليه يا عم سميتها باسمك؟ اقول لك يا ابني عشان ده مرض تشخيص سهل. ليه بقى؟ عشان لما الدكاتره اللي بعده تيجي تشوف الريد استيرنبرج سيل مع الاعراض بتاع الليمفوما هقول لك اه ده انت عندك النوع الحلو النوع الكويس اللي هو الهوجينج ليمفوما. فاهم؟ عايز يعني يثبت لنفسه ان هو يعني يحط لنفسه يعني سمى بنفسه، يعني انت سميت نفسك مرض اصلا انت اصلا كفايه انت اتحطيت في مرض ليمفوما. يعني هو اتحط في مرض بس سماه المرض الحلو، يعني هوجينج ليمفوما ده مرض الحلو. ماشي، بعد كده بص تحت الميكروسكوب ما لقاش الريد استيرنبرج سيل، فقال لك لا ده كده الليمفوما دي خطيره، فمش ماليش دعوه انا متبرئ بيه منها، انا متبرئ منها، فنون هوجينج ليمفوما ماليش دعوه بيه. ماشي، هي ليمفوما بس نون هوجينج مش تبعي. ماشي، قلت لك ست جاله 18 سنه. يلا عم ركز، بيقول لك ان اللي بتحصل بقى الهوجينج ليمفوما ديت ده مرض كويس يعني حلو. وهنعرف دلوقتي هو ليه حلو. ماشي، هو ليه 3 خمسات. ماشي، البيك بتاعته في 3 خمسات من 15 ل 35 بيزيد في الزمن ده، انا قلت لك ست عندها 18 سنه. تمام، بيقول لك بعدين يهدى وبعدين يطلع تاني في ايه بعد ال 50 سنه، يعني 3 خمسات 15 35 50. ماشي، بيظهر هايست امونج من 15 ل 19 سنه، اكتر فتره ليه من 15 ل 19 سنه، قلت لك الست اللي عندها 18 سنه يبقى 6 اكتر من 18 سنه، يبقى بيجي في الفيميل. حلو، يبقى فيميل بريدومينانت. ركز بقى معايا، انا كده عندي حاجتين. سبحان الله، المرض لما بيجي في المرض الليمفوما لما بيجي في الستات بيبقى كويس، انما لو جه في الرجاله لا هيبقى بور بروجنوزس. تمام، المرض بيقول لك من 15 ل 19 من 15 ل 35 سنه ده البيك بتاعه. بيقول لك لو جه اقل من واحد عنده اقل من 3 سنين، طفل اقل من 3 سنين او اقل من 5 سنين، لا ده باد بروجنوزس. فهو يعني ربنا بيحط المرض وهو اللي بيعالج برضه، يعني المرض ده يعني لو هو جه في واحد عنده من 15 ل 35 هيبقى كويس. سبحان الله، الانسيدنت اكتر انسيدنت بتاع المرض من 15 ل 35 سنه.
ماشي، عشان لو جه اقل من كده، لا المرض لو جه اقل من 5 سنين او اقل من 3 سنين هيبقى وحش، فالحمد لله الوحش ما بيحصلش. ماشي، وهنا في ميل بريدومينت عشان لو كان جه في الراجل هيبقى حاجه وحشه، هيعمل حاجه وحشه، ماشي، هيبقى باد بروجنوزس. تمام، بيقول لك ده مرض انا ما اعرفش سببه، ماشي، بس بعض اللي هم العلماء اللي بيقعدوا مع بعض دول حطوا له بقى بس بار فيروس، ممكن اميون ديفيشنسي بقى، اتاكزيا ديت، ده مرض بيحصل في السيربيلوم، بيفقد الاتزان بتاعك، فاتاكزيا ماشي، فقدت الاتزان. بيقول لك بيجي معاه ايه، اميون ديفيشنت، اتش اي في، اميونولوجيكال ديزيز، اس ال اي، روماتويد ارثرايتس، والكلام ده كله. حلو، بيقول لك بقى ريبليسمنت اوف النورمال ليمفويد ستراكشر، طبعا بقى بنورمال سيل اسمها الريد ستيرنبرج سيل. ماشي، تعالى نحكي لك قصتهم. ستيرنبرج ده راجل، ركز بقى عشان الدكتوره حكت لك القصه دي فممكن تيجي في الامتحان القصه دي. ستيرنبرج ده كان طبيب، ريد دي كانت اللي هي المساعده بتاعته، ماشي، وبالمناسبه هم اتجوزوا هما الاثنين، يعني عملوا قابل مع بعض. تمام، الدكتوره هي اللي قالت كده، ما انا ماليش دعوه. ماشي، الريد ستيرنبرج سيل سماها ريد على اسمه هو بقى عشان بيحبها فسماها الاول، يعني خلى اسمها الاول ريد ستيرنبرج سيل. بيقول لك بقى لقيناه لارج سيل ويز مالتيبل او مالتي نيوكليوتد نيوكلاي، لا سيل كده هوريها لك في المحاضره، خلايا كبيره كده ونيوكلاس كتير، نيوكلاس كتير، نيوكلاس كتير، نيوكلاس كتير. ماشي، تعالى نفسرها لك بقى. الخلايا الكتير، انت عارف المرض السرطاني بيعمل ايه؟ بيعمل انقسامات للنيوكلاس وبيعمل انقسامات للسيتوبلازم. هنا اللي حصل للانقسامات بس، لا النيوكلاس بس اللي حصلت لها الانقسامات، حصل انقسامات للنيوكلاس بس. فلما يحصل انقسامات للنيوكلاس فالنيوكلاس هتزيد 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 فهتكبر الخليه، فانت هتلاقي حاجه اسمها اللارج سيل. حلو، لارج سيل ويز مالتيبل لوكيوليتد نيوكلاي، شويه نيوكلاس كتير. ليه النيوكلاس كتير؟ ما انا بقول لك النيوكلاس بس يلا بتنقسم والسيتوبلازم ما بينقسمش. لو السيتوبلازم انقسم ده انت هتلاقي خلايا كتير. ليه؟ مع ان السيتوبلازم هينقسم مع النيوكلاس هيعمل خليه، سيتوبلازم مع النيوكلاس يعمل خليه، سيتوبلازم مع النيوكلاس يعمل خليه. لا دلوقتي انا عندي خليه واحده بس تحتوي على سيتوبلازم بس ونيوكلاس كتير، عشان كده الخلايا دي ما انقسمتش، عشان ما فيش انقسامات للسيتوبلازم. تمام، ماشي يا عم. بقول لك بقى الريد ستيرنبرج سيل ديت انفلتريتد بقى الليمفوسايت والبلازما سيل والانسولين. انت عارف ان الليمفويد تيشو يحتوي على ليمفوسايت من ليه؟ بيقول لك بقى ان هنشيل الليمفوسايت ده بقى ونحط الريد ستيرنبرج سيل، ولما تشوفها في التشخيص هو عنده ليمفوما اي بس الحمد لله جود بروجنوز. تمام تمام، هيستولوجيكال فاريانت اوف الليمفوما، حاجه اسمها كلاسيكال اند ايه ان كلاسيكال. الان كلاسيكال حاجه اسمها نودولار ليمفوسايت بري دومينانت، ماشي، هودجكنج ليمفوما. النوع ده عايزك تعرف بس اللي هو بيعمل حاجه اسمها لاكيونار سيل وبيعمل حاجه اسمها البوب كورن سيل، ده زياده محاضره يعني. لاكيونار سيل بوب كورن سيل بجانب طبعا اللي هو بيعمل ريد ستيرنبرج سيل. ماشي، الكلاسيكال هودجكنج ليمفوما ديت نحكي قصتها، عارف ان انت بتحب القصص فمش هتثبت الا بكده. تمام، نكسه 67، ماشي، اول ما قالوا الجيش الاسرائيلي داخل فهوبا الجيش المصري جه يقعد في سينا. الجيش المصري اول ما قعد في سينا اللي هو الجسم يقول لك ده في تيومر، فيروح جاي الليمفوسايد راح قاعد في سينا، السينا اللي هي ايه؟ في اللي هي الليمفويد تيشو اللي هي في التونسل مثلا في السيرفايكال ليمف نود، فاللي كل الليمفوسايد راحوا قعدوا في السيرفايكال ليمف نود. فكده في البدايه كده عندك حاجه اسمها الليمفوسايد ريتش كلاسيكال هودجكنج ليمفوم، ماشي، يبقى الليمفوسايد ريتش، يبقى الخلايا ديت هتبقى ريتش بالليمفوسايد، لسه المرض ما دخلش، بنأهب لدخول المرض. ماشي، بعد كده هوبا الجيش الاسرائيلي جه وحصل معركه ما بين الجيش المصري والجيش الاسرائيلي، فحصل ايه؟ المعركه بقى اللي هتحصل في السيرفايكال الورم هيتخانق مع الليمفوسايد، ماشي، هيحصل حاجه هيحصل انفلاميشن وتيل باي فايبروز، هيعمل حاجه اسمها نوديولار سكليروزس اللي هو الفايبروزس. تمام ماشي، نوديولار سكليروزس دي ثاني مرحله. ثالث مرحله بعد كده ايه اللي هيحصل؟ بعد كده والله قال لك ان الجيش الاسرائيلي رزع الجيش المصري على، فقال لك ايه بقى الشعب المصري كان عنده نخوه، خاصه دول القناه اللي هم بقى بورسعيد والسويس والاسماعيليه والكلام ده كله، فالاهالي جريت على سينا عشان تدافع مع الشعب المصري، فحصل حاجه اسمها الميكسد سيلولاريتي. ميكسد سيلولاريتي يعني ايه؟ ميكسد يعني خلايا ليمفوسايد وخلايا زينوفيل وبلازما سيل والكلام ده كله. طب البلازما سيل والايزينوفيل والكلام ده كله جاي ليه؟ جاي ساند، جاي يوجب، ماشي، الاهالي دول جاي منين؟ جاي يوجبوا مع الجيش، فانت كده عندك في ساحه المعركه جيش وشعب، فميكسد سيلولار المفروض يكون ليمفوسايد بس، لا دلوقتي انا لقيت ليمفوسايد بلازما سيل والكلام ده كله، فنسمي المرحله دي ميكسد سيلولاريتي. حلو،
بعد كده الجيش الاسرائيلي دخل مصر برضه، فحصل لينفوسايت ديبليتد، الجيش المصري ايه الضرب، فحصل لينفوسايت ايه ديبليتد. ماشي ماشي. الاسبريت بيقول لك الاسبريت ساعات بيروح اهي، دي بقى عشان كده انا بقول لك النوع ده حلو ليه، بيقول لك بيعمل كونتيجو، بص بقى دي اهم كلمه كونتيجو واس اسبريت. يعني ايه كونتيجو واس اسبريت؟ يعني بيروح للسيرفايكال، بيديك مؤشر الاول لينفادينوباثي في السيرفايكال، عالج بقى عالج بقى سته، يروح للاكزيلري. خلاص يا ابني ده راح للاكزيلري اهو، بعد كده ما سته هيروح للميدياستاين، خلاص يا ابني ده راح للميدياستاين، عالج يا ابني. بعد كده هيروح للسبلين، خلاص عالج بقى عالج بقى. بعد كده بقى هيروح لك سبريد في البلاد، فهمت؟ يعني في الاول هيقول لك هيديك مؤشر، انما النوت هودجك الليمفوما ما بيديش مؤشر يا اخويا، عشان كده هودجك الليمفوما ده ناصح. اول ما قال لك السيل ريد ستيرنبرج سيل، اه ده عندك الليمفوما الحلوه، فانا هسميها باسم احسن. ليه؟ عشان دي كونتيجوس، بيجي لك بالاول بسيرفايكال لينف نود لينفادينوباثي، بعد كده لو ما عالجتهاش هتنقل للاكزيلر، بعد كده هتروح للميدياستار، فتديك مؤشر يعني عشان تعالج. تمام تمام. الهيماتولوجيكال سبريد طبعا اللي بي اللي بي بيقول لك بقى الكلينيكال بيكتشر دي حلوه، عندك حاجه اسمها البي سيمتوم، وده سؤال مرشح ان هو يجي في الامتحان. البي سيمتوم بيحصل في 20% من الناس اللي عند البي سيمتوم ديت، هم ثلاث حاجات: ان اكسبليند ويت لوس، ان اكسبليند فيفر، نايت سويت. ماشي. الكلام ده بيحصل ليه؟ وبيقول لك بنحط البروريتس، بس لا البروريتس مش موجود، ما تحطهاش. ماشي. الكلام ده بيحصل ليه؟ لان الليمفوما التيومر دي بتطلع سايتوكاينز، من ضمنها سايتوكاسمول بايروجين. البايروجين ده يروح يعلي الفيفر ويعمل نايت سويت ويعمل ويتلوس. تمام. بسبب البايروجين ده. الويتلوس ليه حاجه مميزه، هيقل 10% من وزنه اخر 6 شهور. يعني اخر 6 شهور هو كان 100 كيلو مثلا، اخر 6 شهور والله بيقيس لا مثلا نفسه 90 كيلو. ماشي. ان اكسبليند فيفر عاليه لمده اكتر من 3 ايام. ماشي. طبعا نايت سويت، هتلاقي الثلاث امراض دول بي سيمتوم. بص السؤال ده مهم. ماشي ماشي. ده البي سيمتوم. في الاول انا قلت لك في الاول بيحصل حاجه اسمها بريفر ليمفادينوباثي، يعني في الاول كده لينفادينوباثي في السيرفايكال اهو، بيلس ونون تندر وفيرن، بتبقى بيلس ونون تندر، بتبقى فيرن خشنه كده ورمر، دي عامله زي الاستيكه بتاع الاستيك. ماشي. اهي بيحصل اللارجمنت فين؟ في السوبرفيشال لينف، لا بتبدا في السيرفايكال. ماشي. او سوبرا سيرفايكال، تروح للاكزيلا، بعد كده تتنقل للانجوينال والكلام ده كله. ماشي. ما عالجتهاش تروح للميدياستاينال. بقول لك الميدياستاينال لو ما عالجتهاش هتبقى كومون اتروب. الميديا ستايل هيقفل الاير واي، يلا بقى هيروح يعمل اير واي اوبستراكشن، هيروح الميديا ستايل ديت هيقفل التراكيا والبرونكات، ديزني هايبوكسيا كاف شيست اهو. تمام. سوبر فينا كافا اوبستراكشن، مش سوبر فينا كافا بيعدي في الميديا ستايل، يلا فيشال كونجيشن. ليه؟ لان سوبر فينا كافا بيجيب الدم من فوق، فلما يحصل له اوبستراكشن الدم هيتجمع في الوش ويحصل فيشال كونجيشن. كونجيشن. ماشي. ممكن يعمل هورسنس اوف الفويس، ديزني ديسفيجيا. ليه؟ لان الميديا ستايل احتوى على اسوفيجاس ريكارنت رينيجال نيرف. تمام. بعد كده راح للميديا ستاينال، يروح للسبلين، بعد كده ممكن يروح للدم عند يروح للبالمونري بقى باللورا افيوجن بقى والكلام ده كله، ممكن يروح للنيورو، خلاص بقى كده انتشر في الدم، يروح للبون. ماشي. يروح للبون مارو انفلتريشن، يحصل بقى انيميا ونتروبينيا ثرومبوسايتوبينيا، يروح للهيباتيك، يروح للكيدني. ماشي. بيعمل رينال فين ثرومبوزس، فيحصل هايبر كالسيميا اند هايبر يوروسيميا، فاهم؟ بس الحاجات دي بتحصل كونتيجوس. تمام. بعد كده الدايجنوز، الدايجنوز الاما بالكلينيكال طبعا بالسيمتوم اللي عنده، اشهر حاجه لينف نود بايبوسي تو كونفيرم الدايجنوز لينف نود بايبوسي، وجت تقريبا في امتحان الاند، تقريبا جت في امتحان الاند. تمام. اخش بقى بالماجن الصادي بقى، هاكس بقى شيس اكس راي عشان اشوف الميدياستاينال، سي تي، ام ار اي، حاجه اسمها 18 اف فلورو دوكسي جلوكوز، هدي في 18 اف فلورو دوكسي جلوكوز ديت المرض، وبعدين اصورها بالكاميرا بالبيت دي، بعد كده هلاقي ان المرض ده بيمتص الماده دي، فانت هتلاقي المرض ده مشع كده بقى باين لك في الصوره. تمام. شوف السي بي سي بان سايتوبينيا، شوف الاي اس ار هتلاقيها عاليه، لاكتيت هيدروجينيز عاليه، سي ار بي عاليه، لاكتيد هيدروجينيز ال دي اتش موجوده في كل الخلايا، والخلايا السرطانيه بتطلع سايتوكاينز تروح تكسر الخلايا دي كلها فتطلع ال دي اتش. الفيتد فايبرينولوجين ليفل ديت لان السايتوكاينز دي بتروح تحفز الليفر ان هو يطلع فايبرين، فانت هتلاقي الايه الفيتد فايبرينوجينيك ليفل. سيرم الكالاين فوسفاتيز طبعا بون، كسرت البون. ماشي. بون مارو اسبيريشن طبعا، يعني حاجات كده.
ماشي. الدايجنوز الكرايتيريا هنا الان اربور كرايتيريا هناخدها في جزء البطن احسن ماشي، والبي سيمتوم والاي سيمتوم ده كله ان شاء الله في جزء البطن. بيقول لك الكرايتيريا ديت حاجه اسمها البالك ديزيز. بالك ديزيز ديت بالك كبيره اهو ديزيز. ايه ده اللي بيقول لك ان التيومر ده عمل بالك كبر، لا اما في الميديا ستاينال، لو لقيناه في الميديا ستاينال هياخد اكتر من تلت الثراسك دايمتر، لو هو خارج الميديا ستاينال هيبقى اكتر من 6 سم بس. ده اللي انا عايزك تعرفه بالك ديزيز. لا اما في لو قال لك اكتب البالك ديزيز هو لا اما في اللارج ميديا ستاينال ماس اكتر من تلت الثراسك دايمتر، لا اما في الاكسترا ميديا ستاينال قدر اكسترا ميديا ستاينال هيبقى اكتر من 6 سم بس. تمام ماشي. جمع كده البروبروجنوز البروبروجنوز اللي هي البريد تريتمنت فاكتور ذات هاد بين شو تو بي اسوشيتد ويز ادفيرس اوت كوم انكلود. دي يعني الحاجات اللي هي بتخليك يعني تبين اللي انت ايه بروبروجنوز. اول حاجه لو لقيت اللي هو ادفانسد ستيج 3 و4 في الان اربور هناخده دلوقتي ماشي، لو لقيت بي سيمتوم معاه، لو لقيت بلج ديزيز قلت لك البلج ديزيز ده حاجه وحش، او اكسترا نودال اكستنشن خلاص ده انت ده راح للسبلين وراح للليفر، انت عايز ايه اكتر من كده. لو هو ميل قلت لك هو الحمد لله اللي هو في ميل، عشان لو جه في الميل هيبقى بوربرجنون. لو هو طفل اهو من 5 ل 15 انا قلت لك من 15 ل 35 ده البيك، انما لو جه اقل من كده هيبقى خطير ركز ماشي. لو لقيت الاي صار عاليه الهيموجلوبين قليل واي بلاد سيل قليل زادت نمبر في السايت بتاع الديزيز هنا وهنا 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 وهنا، بيقول لك في تيومر كمان هتزيد حاجه اسمها سوليابل فاسكولار ادهيجن مولكيولار 1. دي بتزيد مع اي يعني ايه مع اي تيومر ده ماركر بتزيد تيومر نيكروز فاكتور سوليابل سي دي 30 بيتا 2 مايكروجلوبيولين ترانسفيرين والكلام ده كله ماشي. تاني حاجه بتقول لك يعني المرض ده كويس وحلو وعسل كده، يقول لك الحمد لله بيستجيب للكيمو سيرابي اند الريديو سيرابي. كيمو سيرابي اند الايه اند الريديو سيرابي ماشي ماشي. اول حاجه في التريتمنت اللي هو تديله سبورتيف تريتمنت، مثلا دخل في تيومر لايس السندروم اللي احنا هنشرحها دلوقتي او حاجه ماشي، اديله كيمو سيرابي وريديو سيرابي. كيمو سيرابي اول حاجه اي بي في دي اي ادريامايسين بليومايسين فينبلاستين اند دكار بازين. عايز تسكمهم في واحده اسمها ادريا وواحده اسمها بليو، الاثنين مايسين، فهنقول ادريامايسين اند بليومايسين حلو. والدواء الثالث ده ايه اتنشأ في فلسطين ماشي، فينبلاستين. الدواء الرابع دك عندك دكر بط مربي في السطح دكر با دكر بط دكر بازي ماشي ماشي. المهم الريديو سيرابي هندور الريديو سيرابي طبعا راديو سنسيتيف ديزيز، ده راديو سنسيتيف ديزيز عشان كده يا ابني هوجي كده كان عالم صايع فاهم. ده بيستجيب الريديو سيرابي فانا ممكن اخففها بقى، تقول لك ده عم هيوجينج اللي خففنه والكلام ده كله تمام. عليك بقى كومبليكيشن مثلا بالمونري دامج او كاردياك دامج حصل نتيجه مثلا الراديو راديشن انديوس، الحاجات اللي بتحصل نتيجه الراديشن او الكيمو سيرابي بتاع البليومايسين حلو. كاردياك دامج بتحصل نتيجه الراديشن برضو بتحصل نتيجه الكيمو سيرابي اللي هو الادريامايسين حلو سهل هتحفظها. هتقول ايه في عندك مرضين بليومايسين بيحصل في البالمونري، ادريامايسين بيحصل في الكاردياك سهل، البي مع البي بليومايسين في البالمونري ادريامايسين، هتقول البي بتاع ادريا دي في قلبي فهتلاقي في الكاردياك ماشي ماشي. لو حصل ريلابس اديله اي فوسفامايد وكار بلاتين وايتو اللي بيلعب كوره اديله ايتو ماشي، وكار عربيه واي فوسفامايد تمام. لو حصل وبعدين تعمل بومبر وترانس ملاش اللي حصل ريكارنت. الفرق ما بين ريكارنت وريلابس، الريلابس ديت الاعراض جات له وانت بتديله الدواء، يعني انت وانت بتديله كيمو سيرابي كده لا الاعراض زادت عليه فانت تلحقه بايه باي وسي واي اي فوسفامايد وكارب بلاتين ويتو بوزاي. انما بقى لحق ايه الريكارنت، الريكارنت ان انت خلصت العلاج خلاص وتمام الدنيا فل وفل فل، بعدها بشهرين بعد كده دلوقتي خف و100 100 حصل له تاني ريكارنت فانت لا تعمله بمرض ايه ترانسبوزيشن تمام. النون هوجينج لينفوما لا ده بيحصل في الميل اكتر في الفيميل، يلا دي واحد بيحصل في الميل اكتر ماشي، بيحصل في شخص عنده 10 سنين اللي بعده شفت. ده كل الحاجات الوحشه بتحصل في النون هوجينج لينفوما برضو نفس الحوار. اميونولوجيكال ديفكت اي حاجه بقى، بص ترانسبلانت اميونوسابريشن ليه؟ لان انت بعد الترانسبلانتيشن لازم تدي له كورتيزون، الكورتيزون بيقلل المناعه فممكن يحصل اي انفكشن او اي حاجه. داي في نايل هايدانتوين ديت ده لاجل الصرع تقريبا او الابليبسي تقريبا، بيقعد يضعف في المناعه برضو، واخد اتعرض للراديشن اتعرض لفيرال انفكشن بيستيان فار، نفس الاعراض بتاع نفس الاسباب بتاعت ايه الهوجينج لينفوما ماشي. الباثولوجي بتاعته
اهم حاجه ديفيوز، كلمه بس كلمه ديفيوز دي المرض بيبقى ديفيوز منتشر في كل حته، تمام. ريبليسمنت اوف النورمال ستراكشر بار ديفيوز 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 اوف نورمال بنجنس في كل حته، انما دي لوكالايز كان كونتيجوس، تمام. الكلاسيفيكيشن بتاعته، الكلاسيفيكيشن بتاعته لا اما يضرب البي سيل او التي سيل ليمفوسايت هنسميها البي اند تي ليمفوبلاستيك ليمفوما، او ممكن نسميه بركه ليمفوما، ودي مهمه والدكتوره شرحتها في المحاضره واقول لك الحته المهمه فيه، او ديفيوز حاجه ديفيوز لارج بي سيل ليمفوما او انابلاستيك لارج سيل ليمفوما. دي الكلاسيفيكيشن بتاعته. طب الكلاسيفيكيشن بتاع الثانيه الاشهر، تمام، كلينيكال بيكتشر زي كلينيكال بيكتشر بتاع الهوجيك ليمفوما، بس دي الديفيوز بتحصل مره واحده على طول على طول. هنزود بقى حاجتين، ايه الجيو سويلنج ادي واحده، وانت السسبشن بس، اقرا اي حاجه تانية هتلاقي الحاجات دي كلها زي بعض، ماشي. اثر على الابدومين، ما هو الابدومين يحتوي على البرا اورتيك ليمف نود، ممكن يروح في الابدومين بين نوزيا فوميتنج بلبم والماس في البروتونايتس، انت السسبشن دي مهمه 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 مهمه، والجوس ويلنج دي، تمام. يعمل اسايتس هيباتوس بلونو ميجلا هيمد يستاين الماس اير وير كومبريشن زي سوبر فينا كافا اوبستراكشن والكلام ده كله، فيفر ويت لوس ونايت سويت اللي هي البي سيمتوم بس مش كومون هنا، يروح للكدني والسكن والكلام ده كله زي الايه الهوجنج ليمفوما، تمام. الكلاسيفيكيشن بتاع الكلام ده كله بقى مش مهم خالص، بس هو المهم فيه اللي انت تعرف برضو ايه، ان اول حاجة السيجي واحد عادي، السيجي واحد ده بيبقى سنجل تيومر في الاكسترا نودل، يعني سنجل تيومر في الاكسترا نودل يعني برا الليمف نود في الليزبلين مثلا، او نودل يعني ممكن يكون في الليمف نود او برا الليمف نود، ماشي ماشي، ويز اكلوجن اكسلوجن يعني اوف الميديا سنال اور الابدو، يعني ايه يعني هو اكسترا نودل او نودل بس مش موجودين في الميديا سنال ولا الابدو، ماشي ماشي. طب ستيجي 2، ستيجي 2 عادي هيبقى زي ستيجي 2 بتاع الان اربور ده، ان اربور ده لما ناخده هنبقى هما 2 ده، هي هنا اثر على حاجه واحده بس، لا اما اكسترا نودل لا اما نودل، ماشي، بس ولا موجودين في الميديا سنال ولا موجودين في الابدو، ممكن يكون سيرفايكال مثلا اهو، تمام ماشي. ستيجي 2 ده بقى بيبقوا 2 مع بعض، ماشي، 2 مع بعض سنجل، اما يكون اكسترا نودل مع نودل الاثنين مع بعض اهو، مع اوريجينال نودل واكسترا نودل، او اثنين تيومر سواء ده او ده بس على على السيم سايد بتاع الدافرام، يعني الاثنين فوق الدافرام او الاثنين تحت الدافرام، تمام، او اثنين سنجل تيومر ويز وزاوت اوريجينال ليمف نود انفولفمنت ان ذا سيم سايد اوف الدافرام، يعني ايه؟ يعني الاثنين على حته واحده من الدافرام برضو نفس الحوار، لا اما نودل على الاثنين لا اما في السيرفايكال، نودل يعني يعني في السيرفايكال والاكزيلا الاثنين فوق الدافرام اهو، اما تحت في البرا اورتيك ليمف نود مثلا او الـ او الـ او الميزنتريك او الميزنتريك ليمف نود، فالاثنين تحت الدافرام، فاهم؟ فهو عايز يقول لك كده يعني، ماشي. اعرف بس الحاجات، لا اما يكون نودل مع اكسترا نودل ادي واحده، او ممكن يكون الاثنين مع بعض سواء الاثنين نودل او سواء الاثنين اكسترا نودل، بس اهم حاجه يكون على السيم سايد بتاع الدافرام، ماشي. ديت بقى اللي هو هيفرق لك السيجي 2 عن السيجي 3. السيجي 2 ديت يروح للابدومين بس ما بيأثرش على البارا اورتيك ليمف نود، يعني السيجي 2 ديت بس هو بص هو ده المهم، السيجي 2 ديت بيروح للبرايمري جاسترو اندستاينال تراكت تيومر بس بس بس، ولا بيأثر على ولا بيأثر على البارا اورتيك ليمف نود، ولا بيأثر على الايه حاجه اسمها كانت اسمها ايه، ولا بيأثر على البارا اورتيك ليمف نود ولا على ايه البروتونيال اريا، ماشي. يبقى السيجي 2 تاني، السيجي 1 سهل، لا اما واحد اكسترا نودل لا اما واحد نودل بس، انا عارف الكلاسيفيكيشن ده رخم، يلا لا اما نودل واحد لا اما اكسترا نودل واحد، ماشي ماشي، بس مش موجودين ولا في الميديا سنة ولا في يا عم اقول لك حاجه، واحد في الاكزيلري بس ولا ده في ده ولا ده، تمام. 2 لا اما واحد نودل لا اما واحد اكسترا نودل، واحد في السيرفايكال واحد في الليزبلين مثلا، ماشي، او 2 الاثنين دول لا اما الاثنين زي بعض اكسترا نودل او الاثنين زي بعض نودل بس يكونوا على السيم سايد بتاع الدافرام، يعني فوق الدافرام، حلو. او بقى دي اللي حاططها عليه اللي هو راح في الجي اي تي بس، ولا جاب البرا اورتيك ليمف نود ولا جابوا اهم حاجه الريترو بروتونيال اريا بس. طب السيجي 3 نفس الحوار، ده تيومر بقى، ده تيومر بيبقى اتنين مع بعض بس في الاوبوز سايد بتاع الدافرام، يعني واحد فوق الدافرام واحد تحت الدافرام، انما اتنين الاثنين بيبقوا فوق الدافرام او الاثنين تحت الدافرام بس. السيجي 3 عايز افرع عن السيجي 2، لا ده راح ضرب البرا اورتيك البرا اورتيك والبروتونيال ايه اريا، تمام ماشي.
اهو يا عم، تو مور نودال اريا اباف اند بلود ديافراما اهيت، اول برايمري انت انترا ثوراسك تيومر ميداستانا او برورا. بقول لك اول اكستنسيف برايمري انترا ابدومينال ديز، راح في الاكستنسيف انترا ابدومينال، انما هنا راح بس في البرايمري الجاسترو انتستينال تراكت، ما راحش اهم حاجه، ما راحش هنا، هنا راح في الاليوسيكال حته بس في الاليوسيكال، انما اهم حاجه ما يروحش في الانترا اورتيك، في الاورتيك والريترو بروتينيه، برا اورتيك في الريترو بروتينيه. حلو، هنا بقى راح في السي ان اس، السي جي 4 راح في السي ان اس او بومر او بص بص بص، السي جي 2 اهوت، السي جي 2 ليميتد، ليميتد راح في في الجي اي تي بس ليميت، في الاليوسيكال بس ماشي. عشان كده ممكن اعمل له سيجمنتال اكسجين، هشيل السيجمنت بس اللي حصل له السي جي 3 السي جي 2، انما السي جي 3 لا ديفيوز اهو، راح فين بقى؟ اهو راح للبار اورتك اند ريترو بروتينيال اري بس يا عم، بس فكك بقى بتاع اللي فوق. يبقى واحد لا اما نودل او لا اما اكسترا نودل، اثنين الاثنين بس فوق، لا فوق الدافرام لا تحت الدافرام. طب ثلاثه اثنين بس، واحده فوق واحده تحت، اثنين وثلاثه، واحد راح في البرايمري بس اثر على الاليوسيك، انما ثلاثه لا راح للبرا اورتك والايه والريترو بروتينيه، الاربعه راح في السي ان اس والبومور بس يا عم. دايجنوس نفس الحوار بتاع الدايجنوس، التريتمنت برضو عالج السوبر فينا كافا سندروم ريسبيراتوري ايث واي والتيومر لايسس برضه عالجه، هتدي له كومباينيشن بس، هتدي له كيمو ثيرابي بس، ما ينفعش تدي له ايه الراديو ثيرابي هنا ليميتد، عشان كده وحش قلت لك وحش ماشي. شوب هتدي له حاجه اسمها شوب سايكل فوسفامايد ايبو روبايسين اونكو اونكوفين اند البرينيزو، تمام سي اتش او بي الاتش دي حاجه اسمها الايبي روبايسين، هقول لك ليه اتسمت اتش دلوقتي، كان اسمه الاتش ده هيدرو اي كلورايد تقريبا، تمام. بس التيومر لايس سندروم سهل سهل، التيومر لايس سندروم ده درس ايه، الليمفوما بتطلع سيتوكاينز تضرب الخليه، فالمحتوى بتاع الخليه اللي اتضربت دي هتروح في الدم، اللي هو بقى كالسيوم اللي لو بوتاسيوم ويوريك اسيد والفوسفات والكلام ده كله هيطلع ايه في الدم. يبقى الليمفوما اهم حاجه في السطرين دول، هتعرف ان الليمفوما بتطلع سيتوكاينز بتضرب بتكسر الخليه، فالمحتوى بتاع الخليه هتمشي في الدم، اللي هو بقى هتلاقي ايه هايبر يوريسيميا هايبر كاليميا هايبر فوسفاتيميا. فوسفاتيميا انت عارف ان في علاقه عكسيه ما بين الفوسفات والكالسيوم، او مش عارف ماشي، في علاقه عكسيه ما بين الفوسفات، لو الفوسفات قل يبقى الكالسيوم لازم يقل، فاهم؟ لو الفوسفات زاد لازم الكالسيوم ايه يقل، وانت طبعا هتاخده في في الباراثايرويد يعني في في اسمها دي في الاندوكراي، ويروح يعمل رينال انسفيشنس هايبر يوريسيميا اهو، فيعمل رينال انسفيشنس. اهم حاجه البريفينشن، البريفينشن هديله فلويد طبعا ب 2 لتر لكل متر وس 2 في اليوم، ابدا له يعني قبل الكيموثيرابي، لازم تاهله، لازم وانت بتدي له الكيموثيرابي لازم تاهله الاول، لازم تاهل العيان، اهل العيان ازاي؟ لازم اديله بس الفلويد الكويسه، لازم يبقى كويس بس قبل ما اديله الكيموثيرابي، تمام. اليورين اوت بوت لازم يكون 3 مللي لكل كيلو في الساعه، وممكن طب لو عايز ازود اليورين اوت بوت اديله دايوريتك، يعني اديله حاجه اسمها الالو بيورينول والري والراس بيوريكيس، والراس بيوريكيس انت عندك في خليه مش من التيومر ده بيكسر خلايا، الخلايا دي اللي هي الدي ان اي والار ان اي، طب الدي ان اي بيتكون من زانسين وهايبوزانسين، طب الزانسين والهايبوزانسين لما يكتروا في الجسم هي هيطلع انزيم اسمه الزانسين اوكسيداز هيحولهم للريوريك اسيد، طب الالوبيورينول دولت لا يا عم هيوقف انزيم اسمه الزانسين اوكسيداز فبالتالي مش هيتحولوا للريوريك اسيد، فبالتالي مش هيأثر لنا الفيلير ماشي. الراس بيوريكيس ديت بيبقى بيحفز انزيم اسمه اليوريت اوكسيداز. حلو، دلوقتي اليوريك اسيد قول يا عم اتكون بالزنسين والهايبوزنسين، اليوريك اسيد اتكون، اليوريك اسيد ليه حاجه تانية اسمه الالانتوين، بس ده ليس توكسيك، اليوريك اسيد ده ساعات بيتحول لماده اسمها الالانتوين، الالانتوين ديت ليس توكسيسيتي بانزيم اسمه اليوريت اوكسيديز، فده انزيم حلو يحول لي اليوريك اسيد الى الالانتوين فبيبقى ليس توكسيك، فانا يا عم ادي الراس بيوريكيز ديت يحفز انزيم اليوريت اوكسيديز انزيم يحول اليوريك اسيد الى الى الالانتوين اللي هي بتبقى ليستوكسيد عن اليوريك اسيد يعني، تمام. اكتف تريتمنت زي هايدريشن برضو اديله دايوريتك، يوريك اسيد ريدكشن قلل اليوريك اسيد، طب بعد كده اعمل له ليكوفاريسيز والحاجات دي كلها، اعمل له بليتليت ترانسفيوجن ليه؟ لان من ضمن الخلايا اللي بتضرب البليتليت ماشي، عشان بس ما يحصلش انتراكرينيال هيموريج، بس خلي بالك بقى ما تزودش البليتليت عشان ما يحصلش فيسكوسيتي والكلام ده كله، تمام تمام. بعد كده ادي له كيمو ثيرابي دياليسيز، يعني اعمل له دياليسيز ماشي. بيقول لك بقى ايه على ينبغي على الطالب، سؤالين كده والله يعني رخام،
ينبغي على الطالب انه يعرف الرول بتاع السيرجا بتاع البيدرياتريك لينفوما ويعرف التعريف. طب ما تحطهم في كتاب يا عم ستودنت يعرف، يعني اللي هو يعرف الفرق ما بين هوجي جليفون ونون هوجي جليفون. دكتور حطهم في المحاضره عشان تروح تسمع المحاضره، تمام؟ والرول بتاع السيرجري في الليمفوما، الرول بتاع السيرجري ده هجيبه لك دلوقتي من الكتاب، حطهم في مكان. اه يا عم الكتاب قايل لك ايه الرول اوف السيرجري الايه ان الليمفوما يا عم. بص حطه لك في الجراحه، حطه لك في الجراحه صفحه 176، صفحه 176 في الكتاب هتلاقي موجود في الجراحه الرول اوف السيرجري الليمفوما. حلو سهل. عايز تاخد ليمف نود بايوبسي هتاخده ازاي بقى؟ ركز بقى. تاخد ايه؟ بقول لك في السيرفايكال لينف نود، في الانجوينا لينف نود، في بس اهدى بقى بالراحه. لو باخد لينف نود بايوبسي من السيرفايكال او لينف نود بايوبسي من الانجوينا ده تختلف. لو في السيرفايكال ده اشهر مكان والحمد لله ده البيست سايد وميه ميه. انما لما تيجي تاخده بقى في اللينف نود في الانجوينا لينف نود ركز، لان اللينف نود ديت ممكن تكون اللارجد بسبب حاجه تانية. فانت لما تاخد بايوبسي ركز بقى، هو ده انفيكشن ولا مالجنانت؟ هقول لك اشمعنى الانجوينال، هقول لك الانجوينال دي بتسحب الاول الدم الليمف نود منين؟ من رجلك، ورجلك انت عارف طبعا ان الانسان دي مش ساعات بيمشي حافي، بنوره تخش في رجله بيلعب كوره تعور في رجله، فده خلو الانفيكشن. فالليمف نود اصلا اللي هي الانجوينال بطبيعتها ممكن تكون اللارجد شويه، تمام؟ فخلي بالك بقى وانت بتاخد ال 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 الانجوينال بيقول لك هو بيتر افويد، يعني ما تاخدش من الانجوينال، انت عندك السرفايكال خدها من السرفايكال احسن. انما الانجوينال بقى ممكن تكون اللارج من بس بسبب حاجه ثانيه، بسبب بكتيريا مثلا، تمام؟ تمام. بيقول لك ما تاخدش بايوبسي من ولا تو سمول جلاند ولا تو لارج جلاند، لان التو لارج جلاند دي تحتوي على نكروز وهيمروز، فانت مش هتشوف الايه؟ مش هتشوف المالجنت سيل كويس. تو سمول جلاند دي ممكن يحصل لها ري اكتيفيشن وتنشط وتبقى ايه؟ وتبقى مالجنت سيل عنيفه، تمام؟ ماشي. قلت لك المين لاين بتاع التريتمنت هو الكيمو سيرب اند الايه الراديو سيرب، ماشي يا عم. ممكن تشيل بقى لو راحت لحاجه تانية، لو حصل بس لا لو امتى تخش بالسيرجري؟ لو حصل بقى متاسس في الليمف نود والاسبلين والتيستس مثلا تخش ايه بالسيرجري على طول، ماشي. زمان كانوا بيعملوا العمليه بحاجه اسمها كانوا بياخدوا بايبس بحاجه اسمها اللابوروتومي، ماشي. دلوقتي الحمد لله في بقى سي تي وام ار اي يعني نشخص بيه. دلوقتي كانوا في زمان كانوا بيشخصوا باللابوروتومي، تمام؟ ياخدوا بايوبسي وليفر بايوبسي والكلام ده كله، بس دلوقتي خلاص بقى سي تي بقى وام ار اي بقى الحاجات دي بتبقى نون انفيزيف وافيلابل، فاهم؟ بس تاني بقى اقول لك بقى تعالى نخش على المحاضره. دي داتا المحاضره، دي داتا المحاضره بس ما فيهاش زيادات كتير قوي قوي، ماشي؟ عشان بس كانوا بيقولوا الهيماتولوجي يعني مطالبين بزيادات فاحنا ناخدها بالمره، ماشي يا عم. بيقول لك يعني الليمف نود امتى تقول، مش انا قلت لك هيحصل حاجه اسمها الليمف ادينوباسي؟ امتى تقول الليمف ادينوباسي اصلا؟ بيقول لك لو لقيت السيرفايكال الليمف نود او لقيت اي ليمف نود اعلى من 10 اكتر من 10 مللي يبقى ده ايه؟ ليمف ادينوباسي. الا في حاجتين، الا لو لقيت الانجوينال، لو تاخد بايوبسي في الانجوينال ولقيتها لازم تثبت ان هي ليمف ادينوباسي لو لقيتها اعلى من 15. ليه؟ لان زي ما قلت لك ان الانجوينال اصلا دي اكتر ليمف نود عرضه ان هي يحصل لها انفكشن، وهي اكتر ليمف نود عرضه ان هي يحصل لها اللارج مين، ماشي؟ فانت وانت بتعمل بايوبسي ممكن تلاقي اللارج مين عادي، ممكن تلاقي تحسها تحتك اللارج مين مش بسبب التيومر ولا بسبب، ممكن تكون بسبب انفكشن. فانت عشان تثبت ان هي مثلا ليمف ادينوبس بسبب التيومر لا لازم تكون اعلى من 15. حلو. على النقيض لو لقيت بتاخد بايوبسي في الليمف نود اسمه الايبتروكيولار نود ديت، دي بتبقى ليمف نود تبقى فوق القلب جون كده ناحيه الميديال ساين، ميديال ساين بتاخد من الالنر والحته دي كلها، ماشي؟ ديت عمرها ما بيجي لها انفكشن، قليل قوي ان يجي لها انفكشن. تخيل بقى انت وانت بتاخد بايوبسي فيها لقيتها اكتر من 5، لا ده اكتر من 5 دي حاجه كبيره. ليه؟ لان اصلا ما فيهاش هي اصلا المفروض ما يجيلهاش انفكشن، فانت لما تلاقي زياده طفيفه فيها لا ده انت تقلق، ده انت تقلق، تمام؟ بس البعدين ده كله بقى ان شاء الله ايه كل ده عليك المحاضره زي الكتاب بقى في ده كله. هقول لك بقى الزيادات بس بالراحه. انا كنت قلت لك السلايد ده برده مش زياده، بس انا قلت لك في اللي احنا قلت لك فاكر اللي هو البي سيمتون دي بتعمل نايت سويتنج نايت فيفر والكلام ده كله نسخه البيروجين. البيروجين ده طلع منين الاول؟ بس ان الابيسيان فاي فيروس مثلا اي بريديسبوزنج فاكتور هيروح لخليه اسمها الار اس سيل ديت، الار اس دي خليه المفروض يحصل لها ابوبتوز اول يعني تكبر في السن يحصل لها ابوبتوز عادي، لا
الابيشن فاي فيروس بقى هيعمل لصقه في الابوبتوز للخلايا دي. طب الخلايا دي هتقول لك انت طالما انت ما موتنيش انا اللي هموتك، هتروح جايه مطلعه سايتوكاينز. سايتوكاينز بقى اللي هي من ضمنها البيروجين اللي بتروح تضرب ايه، يعمل فيفر والكلام ده كله. ادي حوار الريد ستيرنبرج سيل ديت، ده عمك ستيرنبرج اهو، ده ريد اهيت ماشي. ونفس الحوار بقى هوجنج لينفوما او الريد ستيرنبرج سيل ديت موجوده في كل الحاجات. اللاكيونار سيل زي ما انا قلت لك والبوب كورن سيل موجودين في النوديولار فاريانت ليمفوسايت بريدومينانت اللي هو النوع الان كلاسيكال. بيقول لك اللاكيونار سيل ساعات بتلاقيها في نوع كلاسيكال اللي هو النوديولار سكليروز، انما البوب كورن بتلاقيها في النوديولار ليمفوسايت بريدومينانت هوجنج لينفوما اللي هو الان كلاسيكال. تمام، نفس الاعراض بالظبط اللي موجوده في الكتاب ديت. في صفحه اعراض النون هوجنج لينفوما بص انت السسبشن اهيت، وتقول لك ده الكومون كوز في الشيدر بتاع 6 سنين، ولا جي سويلنج. جي سويلنج ده خاص في حاجه اسمها البيركت لينفوما، هناخد البيركت لينفوما دلوقتي ماشي. في السوبر فينا كافا سندروم، وكمل بقى السوبر فينا كافا سندروم والكلام ده كله تمام، وناخد البايبس ازاي والكلام ده كله، والكونفيرماتوري تيست اللي هو البوم اللي هو الليمف نود بايبس والكلام ده كله. تريتمنت ما بيعالجهاش بالراديو ثيرابي وبس، فاهم؟ البيركت لينفوما اهو، بيركت لينفوما ديت دي ذات محاضرات بقى. هعمل ايه؟ هلاقي جوس ويلينج، بص عنده جوس ويلينج ازاي، بص الواد عامل ازاي، وهتلاقي افريكان، يعني هو واحد افريقي وعنده جوس ويلينج بس بتحصل نتيجه ايه؟ ابيشن فاير فاير. ممكن يجي لك ام اس كيو الجوس ويلينج خاص بالايه؟ بالبيركت لينفوم. إيه بيجي فين اكتر؟ في الافريكان. بيجي في مين اللي بيعمله اكتر؟ الابيشن فاير فيروس بس. خلاص يا عم، ودي المقارنه اللي هي في الاخر بيقول لك على الطالب ان يعرف الهوجنج لينفوما والنون هوجنج لينفوما ماشي. الهوجنج لينفوما قلت لك بيبقى لوكالايزد، انما ده بيبقى ديفيوز بيأثر على المالتيبل، يعني ده بيبقى كونتيجوس. هنا مفيش كونتيجوس، هنا ده بيروح الليمف نود بتاع الميزنتريك اند والداير لينج ديت ما بتتأثرش، تأثر بعدين، انما ديت لا بتتأثر على طول. الاكسترا نودال انفولفمنت مش كومون، انما هي الاكسترا نودال انفولفمنت بتبقى كومون. والسلام عليكم ماشي. تعالى بقى ناخد جزء الايه البطن. ادي يا عم جزء البطن النود هوجنج لينفوما بقى اهيت. بس النود هوجنج لينفوما دي التعريف عنها يعني بتقول لك بتيجي مع السي ال ال كرونيك ليمفوسيتيك لوكيميا ان شاء الله لما تاخد اللوكيميا. الباثولوجي النود هوجنج لينفوما وبتيجي مع السي ال ال، يعني الباثولوجي بتاعها اول الباثولوجي بتاع النود هوجنج لينفوما اللي احنا قلناها اللي هو البي، بتاثر ممكن ساعات بتاثر على البي سيل بالبي سيل او التي سيل فاكر، وتقول الاعراض بتاعت ايه؟ السي ال ال ماشي لما تاخد السي ال ال يعني. حلو، بعد كده الاستيجنج بتاع النون هوجنج لينفوما او الليمفوما عموما يعني سواء الهوجنج او الان اربور ايه استيجنج مهم قوي دي. والسي ال ال هنديها استيجنج اسمها الايه البينت سيستم، البينت ايه سيستم. تعالى ناخد الاستيجين دول لان الاثنين دول بيحصلوا مع بعض اللي هو النون هوجنج لينفوما والسي ال ال ماشي. فهناخد ده لوحده وده لوحده. الاستيجنج بتاع ده سهل، ده بص بقى ده اللي هيجي لك في الامتحان لو جه، فكك بقى من اللي فات والكلام الهكس ده ماشي. ده بيحصل ايه؟ بص يا عم، اول حاجه سنجل لينفويد اريا، يعني حصل في لينفويد، حصل في السيرفايكال، سين في لينفويد اريا حصل في السيرفايكال، او لا اما في السيرفايكال او اكسترا نودال، يعني مثلا حصلت بره النود، حصلت في الاسبلين. ولو حصلت اكسترا نودال اكسترا يبقى ايه؟ يبقى ستيج 1 اي بس. الثانيه دي الثانيه يعني اثنين حصلوا، لا اما اثنين نودال لا اما اثنين اكسترا نودال على السيم سايد بتاع الدايفرام، يعني فوق الدايفرام ماشي. الثالثه اثنين سايد برضو بس على البوست سايد بتاع الدايفرام، واحده فوق واحده تحت ماشي. ويقول لك لو جت في الاسبلين هتسميها 3 اس، ده معلومه يعني ماشي. اربعه لا ده بتروح ديفيوز بس، بتاثر بقى على الليفر والبون والكلام ده كله، اما معاها ايه سيمتوم يبقى ايه سيمتوماتيك، اما بي سيمتوم اللي احنا قلناها بس. البينيت ستيجنج دي بتاع الليمفو سيكلوكيميا اما ما يكونش في انيميا او يكون في انيميا، لو في انيميا يبقى اديله ستيج سي ماشي. لو ما فيش انيميا بقى وما فيش ثرومبوسايتوبينيا، لو الليمف نود اقل من 3 سنتي يبقى ده ايه، طب لو اعلى من 3 سنتي لا خلاص يبقى ده ايه، يبقى ده بي بس. يبقى مفيش انيميا هنقسمها لاثنين، اقل من 3 واعلى من 3، اقل من 3 يبقى ده ايه، اعلى من 3 يبقى ده بي بس يعني. زي ما انا قلت لك اهوت بتبقى سنجل يبقى ده ستيج 1 ده الان اربورا، ده ستيج 2 ايه 2 ليمف نود فوق الدايفرام على السيم سايد بتاع الدايفرام، انما هنا 2 ليمف نود على البوس سايد بتاع الدايفرام، هنا واحده فوق واحده تحت، انما هنا ديفيوز اهي ماشي. تعالى بقى ناخد الجدول ده، الجدول ده مش هيجي لك في الامتحان ان شاء الله يعني، شويه ام اس كيو بس، او لو جالك مقارنه يعني. في حاجه اسمها الاندولنت جريد اللي هو الخامل، انترميديت جريد، هاي جريد ماشي، خامل، متوسط، نشط. اشهر واحد هو المتوسط ده، اشهر واحد هو المتوسط ام اس كيو. تاني حاجه ايه؟ العنيف، العنيف هو الهاي جريد طبعا
ماشي. وبيحصل الهاي جريد ده بيحصل نتيجه الابيسيان فايروس، لان الهاي جريد دي يحتوي على ليمفوبلاستيك ليمفوما والبيركيت ليمفوما. البيركيت ليمفوما مش قلت لك بتحصل نتيجه الابيسيان بار فايروس، حلو. انما هنا هنسمي هنا الانتر الاندولانت جريد ده الفوليكولار ليمفوما. يبقى كده لو جالك مقارنه مثلا هتكتب كده اول تعريف اول حاجه ده فوليكولار ليمفوما، ده الموست كومون، ده وده مش الاشهر بس رابيد بروجريسيف وبيحصل نتيجه الابيسيان فايروس، ده المهم في كده ماشي. اللي بعد كده الاعراض، قول ديت اي اعراض يا عم؟ ليمفادينوباسي ابدومينال ماسس بلون ماجلا والويت لوس والنايت سويت، نفس الاعراض عادي. سي ال ال نفس الاعراض، ساعات بيبقى سيمتوماتيك اصلا وفاتيج وانيميا والانفكشن زي السي ال ال لما تاخده في اللوكيميا. اكسترا نودال، اكسترا نودال دي ليه اعراض ايه خاصه شويه، لازم يقول لك ان انا كان عندي انفلاميشن قبل كده او اوتو اميون قبل كده، يعني مثلا كان عنده قرحه في المعده، كان عندي اتش بايلوري في المعده قبل كده، فلما كده يقول لك ده الاندولانت جريد بتاع الاكسترا نودال، تمام. ده النوع يعني لازم يكون عندك اصلا مرض ادى الى كده ماشي. يبقى لازم يكون عندك بري اكزيستنج انفلاماتوري او اوتو اميون ديزيز، مثلا عندك جاسترايتس، مثلا عندك اللي هو الاتش بايلوري، عندك باروده جلاند، عندك حاجه في الباروده، عندك حاجه اسمها جوجرنز سندروم ديت اللي هو اوتو اميون ديزيز بيحصل يعني في السليفر جلاند بيخليها ايه دي هايدريشن، تمام. انما هنا بيقول لك ان التلتين في الانترميديت التلتين بيحصلوا في الليمف نود، الباقي بيحصل بره بس. بس هنا دي بتاثر على التي سيل ودي بتاثر على البي سيل بس، ودي نفس الاعراض بتروح لليونج مان، بتروح ميدياستاينال ماف، بتروح ساعات بتسبريد للبومر والسينس، دي برضه بتسبريد للبومر والسينس عشان دي هايلي بروجريسيف، بس دي بتروح للتي سيل ودي بتروح للبي سيل بس. يبقى الاعراض ثابت اي حاجه، وديت اكتب اعراض السي ال ال اكسترنال، اهم حاجه تكتب بري اكزيستنج انفلاماتوري او اوتو اميون ديزيز. هنا التلتين بيروح للليمف نود والباقي ما بيروح للباقي للاكسترنال، يعني هنا بيأثر على التي سيل، هنا بتأثر على البي سيل، دي بتروح برضه في اليونج وتروح ساعات بتروح للميدياستاينال وبتروح للبومر وتروح للسينس، ودي نفس الحوار. التريتمنت هنقسم التريتمنت الى ايه؟ الاندولانت هنقسم اول اتنين مع بعض والاكسترنال دي لوحدها. الاندولانت بقى اهم حاجه، الاندولانت ده بيقول لك ننصر الحمد لله مش 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 خصير اندولانت خامله، ده هو بس فلوكيولار ليمفوما وخلاص. هنديله حاجه اسمها كلورامبيوسيل وستيرويد وتديله روتوكزيمات ماشي. يبقى تديله الثلاثه دول مع بعض، ممكن تديله ستيرويد ممكن لا ماشي ماشي. طب لو حصل ريلابس اثناء التريتد، لا زود على حط الكرومبيوسيل اف انيشيالي افكتيف. يبقى في الاول تديله انيشيالي تريتمنت، يعني تديله حاجه اسمها الكرومبيوسيل وروتوكزيمات، ممكن تديله ستيرويد او لا. لو انت بتديله العلاج رجع لك حصل له ريلابس، لا حط له بقى زود الكرومبيوسيل، حلو. وممكن لو هو عنده سي ال ال تزود حاجه تديله حاجه اسمها الفلودارابين، فلودارابين تمام ماشي. بقى هنا طبعا انت كان عندك لازم الاول عنده تعالج له الانفلاماتوري سيل اللي كانت عنده اصلا. هنا الجدول هنا بتاع لازم تعالج الاول البري انفلاماتوري، يعني تعالج الجاستريك ملطومه، ده الجاستريك ملطومه ديت اللي هو الليمف نود مالتابل اللي هو الجاستريك ملطومه ديت الليمف نود اللي موجوده في الجاستريك، فاكر اللي هو ميوكوزال اسوسييتد ليمفويد تيشو ماشي. لازم تعالجها الاول وتعالج الاتش بايلوري بالانتيبيوتيك والكلام ده كله هيتعالج يعني تمام ماشي. اللي بعده عالج اللي هو الانترميديت ده اللي هو الموست كومون ديت، هتديله الشوب، هتديله ايه الشوب اللي هو سي سايكل فوسفامايد والاتش اللي هو والاو والبي، اديله الشوب اللي هو سايكل فوسفامايد دوكسيبروبايسين فينكريسين بريدنيزون ماشي بالشوب. في الاخر ممكن تعمله بوم مارو ترانسبلانتيشن. البركت لينفوما تديله كوباينيشن اوف الكيموثيرابي، وممكن تديله انتراسيكال كيموثيرابي عشان بيعالج الحاجات بتاعه النيرفس سيستم، وممكن في الاخر تديله بوم مارو ترانسبلانتيشن. يبقى العلاج اول واحد تديله اللي هو كلورامبيوسيل وستيرويد روتوكزيمام، هنا تعالج الاول بري انفلاماتوري، هنا تديله الشوب والبوم مارو، هنا تديله كومباينيشن كيموثيرابي انتراسيكال كيموثيرابي بوم مارو ترانسبلانتيشن بس. انا عايزك تعرف الحاجات دي بس وخلاص. هنا الكيور بيبقى رير الحمد لله اللي هو ما بيحصلش كده، عشان من رحمه ربنا برضو ان هو ما بيحصلش عشان الكيور هنا بتبقى رير ماشي ماشي. بيقول لك هنا الملطومه يعني بتبقى الملطومه يعني ممكن يحصل له بروجريسيف يعني هنا، انما هنا اللي هو اللي فوق ده اللي هو اسمه الانترميديت اللي هو اشهر نوع يعني الحمد لله بيبقى كيورابل اهو. شفت من رحمه ربنا اللي هو بص اشهر نوع الحمد لله بيبقى كيورابل بس يا عم بس. ده الصفحة ما فكك من الايدز ريليتد نون هوجينج لينفوما ديت، ان
ان بالراحه كده الايدز بيضعف المناعه، والليمفوم تيجي في المناعه الضعيفه بس زي الايبيسيان بار فيروس. يعني الايدز بيحفز الايبيسيان بار فيروس اللي هو يعمل ايه، يعمل النون هودجنج ليمفوم بس. الادلت هودجنج ليمفوم الحمد لله زي الاطفال، الليمفوسيتك بروف ديفنت اي نوديرا سكلروز ميكس سيلولات الليمفويد، وزي الان اربور برضه سيستم دي اللي هتيجي في الامتحان او البي سي ام 2. فكك بقى من اللي فات دول، كلينيكال البرزنتيشن نفس الحوار، الليمف نوب بايوبس والكلام ده كله برضه. اميونو فينوتوين ديت اميونو فينوتوين، هتشوف اللي فاكر في التيومر اللي هي سي دي 30 بوزيتيف، ده هتلاقيه بوزيتيف. طب ده هنعالجها ازاي؟ اول حاجه لو هو سي جي 1، سي جي 1 او 2 اكستنسيف، سي جي 1 بس لازم يكون سي جي 1 ده الحلو، الليمفويد بري دومينانت، لازم الليمفوسايت بري دومينانت، يعني لازم جهاز المناعه كتير كتير قوي كتير قوي، خلاص يبقى انت مش محتاج كيمو ثيرابي، انت راديشن بس ماشي. ده لو السي جي 1 اللي هو الليمفوسايت بري دومينانت. طب لو هو السي جي 1 اللي هو بقى الباقي او السي جي 2، لا انت تديني كيمو كومباينيشن من الكيمو والراديو ماشي ماشي. طب لو هو اكستنسيف لا تديله ايه، الكيمو ثيرابي، وممكن تديله راديشن مع البالك سايت. يعني بص هنا سي جي 1 او 2 او اكستنسيف كيمو ثيرابي وراديو ثيرابي تمام. انما الـ 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 الشاذه واحده هي بس لو هي سي جي 1 وكمان الليمفوسايت بريدومينانت، يعني الخلايا المناعه كتير، فانت تديله راديشن بس مش محتاج كيمو ثيرابي يعني. وبقول لك في السبيشال سويتش عامل بومر ايه ترانسبلانتيش كده. احنا خلصنا الليمفوما هو تيومر لايس سندروم وبالزيادات بالجزء الجرحه اللي فيهم وكل حاجه ان شاء الله كده. النص شابتر الانكولوجي خلص، ونص شابتر الواي بلوتس اللي خلص اهم الحمد لله في جزء يعني في وقت قليل، يعني الشابترين دول رخمين رخمين، فهم يعني الوقت ده كويس ليها يعني ماشي. ان شاء الله الفيديو التاني هينزل بالليل دكتور شاطر يشرحه باذن الله يعني. وبس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.